مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. برنامج هام جدا أكيد كالعادة، هنتكلم فيه عن العديد من الأمور اللي بتهم أعضاء وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. والنهاردة في الحقيقة عندنا العديد من الفقرات الهامة جدا مع زمايلي الأعزاء، سواء أستاذ إيهاب الخطيب وأستاذ شريف فؤاد وأيضا زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. هنتكلم أكيد بالتفاصيل الخاصة في هذه الحلقة الهامة جدا من برنامج الأهلي الليلة. لكن في الحقيقة في البداية كده يعني في بعض النقاط اللي احنا يعني محتاجين نتكلم عنها شوية، وبعض الأمور اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا، بداية من أول امبارح مباراة الأهلي والإنتاج. ويمكن كل الناس شافت يعني للأسف الأداء الهزيل جدا من حكام مباراة الأهلي والإنتاج، والنادي الأهلي قدر أنه يخرج من هذه المباراة بنقطة وحيدة، وكان في استطاعته أنه يفوز بثلاث نقاط، لكن السبب الرئيسي كان الحكام زي ما احنا شفنا خلال هذه المباراة، سواء ضربة جزاء وليد أزارو، حاجة بصراحة يعني غريبة جدا، يعني أكتر ضربة جزاء ما ينفعش ما تتحسبش، يعني ضربة جزاء مستحيل أن هي ما تتحسبش، حاجة كانت غريبة جدا، وكل أكيد ده لاحظها حتى خبراء التحكيم في مختلف البرامج ومختلف القنوات الفضائية ولجنة الحكام، كل الناس اعترفت بأخطاء الحكم إبراهيم نور الدين، واللي بصراحة يعني دايما بيبقى فيه عنده مشاكل كتير جدا بنشوفها خلال المباريات بشكل عام، مش مباريات الأهلي بس، هو دايما بيحاول يعمل إثارة مثلا للمباريات، بيحاول ان هو يجيب اسمه كتير جدا في الإعلام من خلال المباريات الكبيرة. لو تفتكر اكيد في مباريات كتير لإبراهيم نور الدين بالتحديد وهو بيدير مباريات، سواء السنة اللي فاتت شفنا في البطولة العربية مباراة الفيصلي الأردني، الأحداث اللي حصلت كانت أحداث كبيرة جدا وكلنا كنا تعاطفنا معاه، لكن للأسف هو محتاج يطور أكيد من نفسه. مع احترامي الشديد ليه على المستوى الشخصي، أنا بتكلم من ناحية المهنية، مهنيا لا، في مشاكل كبيرة جدا عنده، ده واضح من خلال مباراة الأهلي والإنتاج. كمان كان لينا هدف صحيح 100% مؤمن زكريا، وكانت كوره معرفش ليه اتحسبت اوفسايد، انا اول مره اشوف حاجه زي كده. اكيد كل جمهور النادي الاهلي حزين بسبب هذه الاخطاء، لكن الاهم رد مجلس اداره النادي الاهلي وبيان اكثر من رائع من مجلس الاداره، واتكلم فيه عن هذه الاخطاء التحكيميه وطلب بعض الامور الهامه جدا، هو اجراء تحقيق عاجل مع طاقم حكام هذه المباراه بتحديد مباراه الاهلي والانتاج. خلينا بص حضراتكم، تعالوا نشوف، بص الكره دي انا مش عارف ازاي لحد دلوقتي مش بيلين، طب الراجل يعمل ايه تاني علشان الكره دي تتحسب بيلين؟ في زاويه معينه يا عادل لو تجيبها لنا بعد اذنك، والحكم كان خلاص هيصفر ان هي ضربه جزاء، ما اعرفش ايه اللي خلاه يتراجع، والحكم كمان اللي قدامنا على الشاشه ده هو رايح جاي مع الكره، طب انت وظيفتك ايه؟ يعني انت موجود هنا بتعمل ايه؟ مع احترامي الشديد لشخصك، انا بتكلم من الناحيه المهنيه، انت موجود هنا بتعمل ايه؟ انت اقرب واحد للكوره، يعني انت مش موجود ان انت بتتفرج على الماتش من مكان مميز في الملعب، انت موجود علشان تقول اللي بتشوفه، ازاي دي ما تتحسبش بيلين؟ حاجه يعني بصراحه انا عمري ما شفت كده في كره القدم، واكيد كل الناس كمان ما شافتش كده يعني. فكره غريبه جدا كره وليد ازارو، كمان اكيد كان في اكثر من لقطه، كره الهدف كمان بتاعت مؤمن زكريا، اشياء بصراحه كانت غريبه جدا. ولو موضوع يا جماعه موجه قولوا لنا، طب من البدايه خلاص ما نكملش البطوله وشوفوا انتوا عايزين تدوا الدوري لمين وندوه له، مش مشكله يعني، الاهلي عنده العديد من بطولات الدوري، عندنا 40 بطوله يعني مش هتفرق معانا بطوله، احنا كل بطوله بنبقى عايزين ناخدها، لكن الموضوع لو موجه يا جماعه خلاص يبقى ملهاش لازمه بقى. وبعدين جايه في مباراه يعني عوده جمهور، لو احنا عايزين الامور تمشي بشكل جيد، طب ما انتوا كده يا جماعه بتثيروا الجمهور من خلال هذه الامور التحكيميه الواضحه جدا، يعني ما فيش حاجه فيها شك، لو مثلا كره زي دي نقول فيها شك، لا ما فيهاش شك خالص، الراجل اخر واحد بتاع وادي دجل، عفوا بتاع فريق انتاج الحربي، مغطي مؤمن زكريا ومغطي كل الناس، يعني بصوا حضراتكم الكره اتلعبت اهو، في واحد هناك اهو قدام منطقه الست يارده مغطي اللعبه بشكل كامل، يعني ما فيهاش اي اوفسايد. الكرة كمان بتاعت وليد أزارو مفيش اتنين يختلفوا عليها، يعني حاجة غريبة بصراحة، لكن أيا كان إيه اللي هيحصل، النادي الأهلي دي البطولة المفضلة بالنسبة له، النادي الأهلي ما بيبصش لهذه الأمور، لكن زي ما قلت لحضراتكم الأهم البيان الرائع اللي خرج امبارح من مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي اتكلم فيه عن إن لازم يكون في تحقيق عاجل. أنا سمعت بعض الأصوات في اتحاد الكرة إن النادي الأهلي ما ينفعش يملى علينا قرارات أو يملى علينا بعض الأمور، هو النادي الأهلي مش بيملى، النادي الأهلي بيطلب بحقه،
وده شيء طبيعي جدا لما يكون في اخطاء كارثيه زي دي في مباراه الانتاج الحربي. ضيعت مننا نقطتين كنا هنتصدر بطوله الدوري قبل فتره التوقف. طب احنا نعمل ايه بعد كده؟ يعني النادي الاهلي ما يتكلمش، ما يقولش بيان يسيب الامور ماشيه كده؟ لا ما ينفعش. ده طبيعي جدا ان مجلس اداره النادي الاهلي يطلع بيان مناسب جدا وجيد جدا من خلال مطالبته لتحقيق عاجل مع طاقم حكام المباراه، وكمان اعاده النظر في مشاركه هؤلاء الحكام في بعض المباريات القادمه خصوصا بعد هذه الاخطاء الفادحه. وكمان النادي الاهلي طلب ان يكون في تقنيه الفار، وده يمكن العالم كله، مش عايز اقول العالم كله، في بعض الدوريات يعني خدت هذه التقنيه وبمشي عليها وفي بعض الدوريات لا، لكن احنا زي ما احنا شايفين عندنا مستوى تحكيمي يمكن ضعيف شويه. خلاص ما فيهاش مشكله لما يكون في تقنيه زي دي مهمه جدا كاس العالم اتلعب بيها ونجحت بشكل كبير جدا نحاول نعملها ايا كانت تكلفتها. اتحاد الكوره بيجي له فلوس كتيره جدا من رعايه ومن اشياء كتير، نستغل الفلوس دي. احنا الفلوس مش بتتحوش، الفلوس تتعمل علشان نحاول نطور من المنظومه الرياضيه بشكل كبير جدا، نطور من بطوله الدوري. الحمد لله الجمهور ابتدى يرجع واحده واحده، عايزين الامور تمشي بشكل جيد جدا. فماش حاجه خالص ان النادي الاهلي يطلب هذه الطلبات الهامه من اتحاد الكوره. ممكن البعض متضايق جدا من هذه الامور، متضايق النادي الاهلي طلع بيان، لكن ما اعرفش هم بيتضايقوا ليه، لكن شيء طبيعي جدا ان يتم اعاده النظر من قبل مجلس اداره اتحاد الكوره في طاقم تحكيم مباراه الاهلي والانتاج بالتحديد، لان هم عندهم اخطاء كتير جدا بالتحديد كابتن ابراهيم نور الدين. ويعني ان شاء الله نتمنى ان هي تكون مباراه فيها اخطاء بس ما تتكررش هذه الاخطاء بالتحديد مع النادي الاهلي او مع كل الانديه بشكل عام في بطوله الدوري ومختلف البطولات المحليه، عشان عايزين نرتقي شويه بالكره المصريه. كل دي معوقات بتبقى امام ارتقاء الكره المصريه. عمر ما الكره المصريه هتوصل لدرجات مرتفعه وشكل اداء من ناحيه فنيه مرتفع، الريتم كمان حتى بتاع المباريات. على فكره عايز اتكلم كمان في موضوع عند ريتم المباريات، لو بنشوف او بنتكلم او بنتفرج كمان على مباريات الدوري العام في حته كده عند الحكام، لو احنا بنتابع اكيد ناس كتير جدا بتتابع الدوري الانجليزي وبتتابع الدوريات الاوروبيه بشكل عام، الكره ما بتطلع بره بتلاقي ولد على طول نازل الكره من الملعب يلا استقلف اللعب بسرعه، لكن ده احنا عقبال ما الكره تطلع بره واللعيب يشرب ازازه ميه والحكم مش عارف يروح يبص على اللعيب الواقع، كل ده بيقلل من الريتم ومن المتعه الخاصه بكره القدم المصريه. نتمنى ان شاء الله ان الامور دي يتم تداركها خلال المراحل المختلفه المقبله، وان شاء الله يعني اكيد هيكون في تحقيق. معرفش اتحاد الكره هيعمل التحقيق ده ولا لا، انا شك اتحاد الكره هياخد بقرارات مجلس اداره النادي الاهلي، هو مش بيملى قرارات عليهم لكن يعني بيقترح عليهم بعض القرارات لو هم مش عارفين ياخدوها. النادي الاهلي بيقول لكم اعملوا كذا وكذا 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 عشان نتدارك هذه الامور. وبصراحه شيء محبط جدا 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 الشكل اللي شفناه من خلال مباراه الاهلي والانتاج الحربي. النادي الاهلي ما بيوقفش على مباراه ابدا، النادي الاهلي بيكمل مسيرته بشكل طبيعي جدا، مختلف المباريات اللي هيشارك فيها في بطوله الدوري، مختلف البطولات كمان، ان شاء الله هيقدر ان هو يفوز بيها بشكل جيد جدا. لكن خليني في هذه اللحظات ارحب بزميلي العزيز استاذ ايهاب الخطيب. يا استاذ ايهاب مساء الفل عليك. على متابعينك الكرام وكل مشاهدي طبعا الاهلي الليله، طبعا كلام كتير وكلام مهم، بس انت وحشنا امير، لان يعني مش عارف بتهرب مني من الحلقات ولا بتروح لا خالص، لا بالعكس مبسوط جدا لما اكون معاك يا استاذ ايهاب. هي بتصادف بس يعني الجدول البرامج، لكن طبعا انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده. انت اللي وحشنا وحش اكيد كل جمهور النادي الاهلي، وخلي بالك كمان جمهور النادي الاهلي مستني بكره حلقه قويه جدا من خلالك مع مستر باتريس كارتيرون. ان شاء الله تكون حلقه مميزه جدا وكل جمهور النادي الاهلي اكيد هيتفرج عليها ويتمتع بيها كمان يا استاذ. انا بشكر كل اداره طبعا قناه النادي الاهلي وكل الزملاء بدايه من الاستاذ خالد توحيد والاستاذ اوس والاستاذ ايمن بدره وكل المجموعه. طبعا انتوا زمايلي لان كلنا شغالين على الحلقه دي بالضبط. لان هنا كلنا واحد وان شاء الله بنعمل على شغل كبير جدا عشان تطلع حاجه تليق بقناه النادي الاهلي في صبح الجديد يا امير. بالظبط يا استاذ. لكن احنا انا كنت بتكلم بصراحه بالتحديد على مباراه الاهلي والانتاج. ممكن البعض يقول لك خلاص المباراه عدت بقالها يومين مش عارف ايه الكلام ده، لكن بصراحه الاخطاء التحكيميه الفادحه اللي شفناها يا استاذ ايهاب خلال هذه المباراه يعني جابت للواحد احباط. يعني انا بالنسبه لي محبط شويه، انا طبعا اهلاوي واحد متواجد في قناه النادي الاهلي، بس بتكلم عن حق
ان النادي الاهلي ليه حقوق في هذه المباراه، وبصراحه اخطاء غريبه جدا. انت رايك ايه وشايف المباراه دي ازاي، والاخطاء التحكيميه دي بالذات شايفها ازاي، واشمعنى ابراهيم نور الدين اللي كل فتره لازم يكون اسمه موجود في الاعلام بالشكل الكبير ده وبالهجوم الكبير جدا من كل وسائل الاعلام عليه؟ يعني هو بيحب يعني الجزئيه دي ولا انا مستغرب؟ لا بصراحة. هو امير المنظومه بشكل عام عايزه واقفه، بدايه التحكيم كانت مهتزه، بعد كده استقرت، بعد كده اهتزت تاني. لكن خليني اقول لك ان الامر يعني 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 لما تشوف الاخطاء هي اخطاء كوميديه، اخطاء تستدعي انك تتكلم في كشف طبي. يعني 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 هل الحكم على بعد متر متر واحد بينه وبين اللاعب مش شايف الخطا ده ولا قوه الدفع؟ كل الاستاذ التحليليه اتكلمت بشكل كبير جدا. لكن لما نيجي نقول يا جماعه، هل الحكم اللي واقف اللي بيقولوا عليه الحكم الاضافي او الحكم الخامس اللي واقف بينه وبين اللعبه 90 سنتي بالظبط او 100 سنتي اللي هو متر بالظبط، وظيفته ايه؟ هل ده مش شايف الواقعه دي؟ هل ده مؤهل بقى مؤهل بقى انه يقف في المكان ده؟ هل احنا لما اضفنا الحكم الخامس او الحكم الاضافي اضاف ولا اكتفى بس انه يبقى عنده ميزه غير الناس كلها، انه بيشوف المباراه من ارض الملعب؟ يعني الحكم الاضافي ده بيشوف المباراه من ارض الملعب فقط، ما عملش الاضافه اللي احنا عايزينها يا امير. لكن اكيد معانا تقرير مهم امير جدا عن التحكيم، تعالوا نشوف التقرير ونرجع نتواصل. ما زالت حالة الغليان والغضب تسيطر على كل عشاق الأهلي في كل مكان بعد المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بعد عدم احتساب ركلة جزاء لا تقبل الشك. شاهدها الجميع إلا إبراهيم نور الدين ومساعده. إلغاء هدف سليم 100% لمؤمن زكريا بداعي تسلل لا وجود له إلا في عين مساعد يفتقد للرؤية وحكم يجهل أبسط قواعد اللعبة. هي أخطاء جعلت نيران الشك تشتعل داخل كل عاشق للكيان الأحمر في وجود مؤامرة مكتملة الأركان لإيقاف مسيرة نادي القرن الإفريقي. حالة الغضب الأهلوية عبر عنها مجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب ببيان قوي ولهجة شديدة، وذلك حفاظا على حقوق القلعة الحمراء. لعل أبرز ما جاء في البيان هو تجسيد لرؤية حاسمة للمهزلة التحكيمية، وجاء فيه: مجلس وإدارة النادي الأهلي يؤكد على تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعما للاستقرار وترسيخا لمبدأ المنافسة الشريفة، إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام التي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، حرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني. ومجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، لن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، يطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شؤون اللعبة بالآتي: إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة واستبيان الحقيقة واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة، إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية، أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفيديو فار لمواكبة الكرة العالمية، تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف فيفا فير بلاي الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها.
ويؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكام أجانب يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم. بيان محترم جدا مفيهوش خروج عن النص وبيان قوي جدا يحفظ حقوق النادي الأهلي. النادي الأهلي قال على مطالبه وقال على احتجاجه بشكل محترم جدا وفي بيان و الموضوع ده والكلام ده راح وسلم لاتحاد الكرة لا بصوت عالي ولا بخناقات ولا بدوسة لكن هي بنود صريحة ومعروفة. الأخطاء صعبة جدا والأخطاء ده مش مجرد ضربة جزاء لم تحتسب أو تسلل أو هدف لم يحتسب من تسلل دول ثلاث نقاط في منافسة مهمة جدا ثلاث نقاط في منافسة ما بتخسرهمش كورة لو خسران كورة مفيش مشكلة في نفس الوقت إن مبدأ العدالة مش موجود وإذا افتقد الدوري لمبدأ العدالة التحكيمية انتهت كل حاجة. واضح جدا من البيان نقاط معينة الأهلي ما بيطلبهاش لنفسه الأهلي بيطلبها لكل فرق الدوري مبدأ العدالة التحكيمية للكل وللجميع. النادي الأهلي كمان عنده الاستعداد إنه يتحمل تكاليف أطقم الحكام الأجنبية في الفترة الجاية لو الموضوع هيستمر بهذا الشكل. كلام مهم جدا لكن يا أمير لسه معانا كلام أكتر أهمية وده اللي حصل بعد المباراة اللي هقوله لكم ده صعب تسمعوه في أي حتة هتسمعوه هنا بس. كابتن إبراهيم نور الدين بعد المباراة بعد ما شاف ضربة الجزاء هذا الكلام حصل قال للمساعدين انتوا غرقتوني وقعد يقول لهم أنا مصدوم أنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية أنا مصدوم أنا مصدوم إزاي دي ما تشافش إزاي. إبراهيم نور الدين الحكم اللي قال رئيس لجنة الحكام توقفني أنا ليه أنا أتعرض لإيقاف ليه هو أنا غلطت في إيه اتنين مساعدين هم اللي غلطوني وغرقوني إزاي. النهاردة الموضوع تعدى يعني 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 إيه الربط اللي بيربط الحكام مع بعض إيه الربط اللي بيخلي فيه ربط بين الحكام النهاردة لما يبقى حكم المباراة طالع وبيتكلم لجنته وبيكلم الناس في لجنة الحكام ويقول لهم أنا غرقت المساعدين غرقوني عليك دور يا كابتن إبراهيم برضه ولكن أمور كتيرة جدا. لجنة الحكام اتكلمت معاه في طرد الشناوي وأنت ما طردتش الشناوي ليه؟ قال لهم أنتوا عارفين القانون في فرق بين الضرب بدون كرة وده طرد وبين الدفع والدفع ده بيستوجب إنذار وقال لهم قد أنا بقول لهم بنقل لكم كلام قد يكون الشناوي كان يستحق طرد برضه ما فيش مشكلة لو الحكم شايف الإجراءات وماله أنت شايف قرار طرده لكن في هدف في ضرب الجزاء أعتقد أن هم صعبين جدا. طيب بعد الصدمة اللي شعر بيها كابتن إبراهيم نور الدين وبعد المساعدين لما غرقوا الحكم وده كلامهم في الغرف المغلقة ومع بعض أنتوا غرقتوني أنا مصدوم جدا وصدمة كبيرة جدا لإبراهيم نور الدين لما شاف الهدف وبعدين ماذا سيحدث ليه بقى الكلام إن هي دي الإمكانيات والعقوبات لازم تبقى يعني مش معلنة والأمور لازم خلينا في شفافية شوية الأمور بقت خلاص والأخطاء التحكيمية على الأهلي وعلى غيره لكن كترت قوي ما هي بتضر بالمسابقة لصالح مين؟ لصالح مين؟
هو احنا النهارده هنتكلم بقى في طب ضربه الجزاء دي، ما انا اقدر اقول النهارده الحكم اللي بينه وبينها يعني ما فيش متر، امور صعبه جدا. لكن ده كان يا امير تحديدا الكلام اللي دار في ال 48 ساعه الاخيره بين لجنه الحكام وبين الحكم وبين المساعدين، واللقطه هي امير قدامنا شايفينها. طب يا استاذ ابني، يعني مع احترامي الشديد للكابتن ابراهيم نور الدين وان هو بيقول للمساعدين تغرقتوني، طب ضربه جزاء زي دي هو محتاج المساعدين يقولوا له عليها؟ شوف ما هي دي واضحه جدا اصلا، يعني هو الراجل كمان مش واقف بعيد، ده هو على حدود منطقه الجزاء تقريبا طبعا. وبعدين على فكره في كادر معين، في كاميرا معينه يا عادل بعد اذنك يا استاذ برجاوي، لو ينفع في كاميرا معينه جايبه لنا ابراهيم نور الدين وهو خلاص كان هيصفر ضربه جزاء. انا لسه شايف اللقطه دي النهارده عندنا في القناه هنا وهو خلاص هيصفر ضربه جزاء. طب ما صفرتش ليه؟ اللي خلاك تتراجع؟ دي الكره باينه جدا، اتعرضت في ملك وكتابه الكابتن عادل كعز استاذ ابراهيم المنيسي. اللقطه الكره من اولها كانت في وسط الملعب، لما اتشاط الطوليه كان اقرب حد ليها هو الحكم الخامس او الحكم الاضافي. تمام، المسافه اللي جه فيها الكابتن ابراهيم نور الدين مسافه طويله جدا، لكنه كان هياخد قرار ما ساعدوش فيها، طبعا يسال عنها 100% بالظبط، لكن كان الاساس فيها في اللعبه دي عشان نكون طبعا محقين. وده الكلام اللي مخلي كابتن ابراهيم نور الدين يتكلم مع كابتن عصام بتاعه ويقول له انا اتوقف ليه؟ انا 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 ذنبي ايه في غلطتين؟ لكن هي طبعا المسؤوليه جماعيه هنا ليه؟ لان النهارده انت بتتكلم في حكم اضافي اقرب واحد خالص، لا يعني ولا اماءه ولا حركه ولا تصرف. لا والغريب ولا إن هو حاجه، الغريب انه واضح انه مركز جدا. بص 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 هو باصص ازاي وتركيز شديد جدا. طب انت طالما انت مركز لا 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 طالما انت مركز ما حسبتهاش ليه؟ والنبي يا امير ما تقولش مركز، يعني مركز دي اصل لا بص اسلوبه يا استاذ ايهاب باين ان هو مركز تقريبا، باين ان هو واحد عارف شغله كويس قوي، لكن هو واضح ان هو مش عارف هو واقف ليه اصلا. بص يا امير، بص يا امير برضه عشان طبعا كل الاحترام والتقدير طبعا لكل الناس طبعا والحكام كلهم، احنا بنتكلم من الناحيه المهنيه، لكن هنا واضحه يا امير ان الراجل بص على الكوره بس، هو مركز في الدورة الكرة المدورة دي شايفها، باصص فيها وعينيه فيها، لا بقى شايف الاثنين لعيبة وبتاع. وطبعا مع احترامي لاعب الانتاج متجرأ جدا، متجرأ جدا، خد بالك ان اللاعب يبقى شايف ان الحكم مفيش متر اهو، مفيش متر. هو معاذ الحناوي هو قايم كان حاسس ان الكرة اصلا هتتحسب ضربة جزاء، مفيش، هي واضحة، هي القصة كلها يا جماعة واضحة. ايوه ده الكادر اللي انت ايوه هو ده الكادر فيه مظبوط، هو ده. هنا وصوله طبعا متاخر، طيب لان الكوره كانت سريعه جدا، هو حط الصفاره بس ما خدش قرار. ايوه نرجع سنه كمان يا جماعه، نرجع سنه كمان. ايوه بص 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 على ابراهيم نور الدين، بص على كابتن ابراهيم نور الدين كويس، بص بص الصفاره فين اهي كويس في بقه، حلو مستني يعني هو ايه طبعا هنا غلط، بس مستني هو اشاره او ايماءه من الحكم الاضافي. وهو لو استنى 20 مره ولو ازاره قام واللاعب وقعه تاني وازاره قام واللاعب وقعه تاني، ما اعتقدش ان الحكم الاضافي هو هيكون عنده قرار، لان يبدو امير كده ان احنا بنكمل عدد، انا اسف جدا بالزبط. احنا بنكمل عدد، هو شايف الرؤية يا استاذ ايهاب، الرؤيه بالنسبه له واضحه جدا، ده واحد يعني لو الحكم الخامس ده ما كانش موجود من سنه ولا من سنتين ما كانش موجود الحكم الخامس ده، ما كانش هيحسب ضربه الجزاء دي برضه. لا وفي لاين مان، وبعدين في حاجه كمان، هي في اي حاجه تعوق الحكم الاضافي او الحكم الخامس؟ انا نفسي اعرف، يعني في اي حاجه اهو، في اي حاجه تعوقه وشايف؟ هل هو بيوسع هنا للعيبه هتقع وانت شايف الوضع تماما والكره اهي؟ لا مش ممكن يا جماعه، يا جماعه بجد الموضوع مش محتاج، يعني تعدى قصه انك تتكلم في لجنه الحكام. هو لجنه الحكام محتاجه ان هي بس تعرف او تعلم الحكام بالذات اللي واقفين على اللاين دول، يعرفوا ايه وظيفتهم بالظبط يا استاذ ايهاب. هي يعني هي طبعا الموضوع كبير جدا والخطا واضح جدا، لان شفنا ضربات جزاء كتير جدا في المسابقه بالاحساس، احنا مش عايزين نقول ده بقى خدها بالاحساس لا، لكن شفنا في حاجات منها طلعت صح وفي حاجات طلعت مش مظبوط. لما تبقى ضربه جزاء بهذا الشكل، انا كنت اتمنى ان لجنه الحكام هي اللي تطلع وتقول يا جماعه احنا عندنا اخطاء. لا ده انت عندك اخطاء كبيره قوي، انت عندك مشكله كبيره جدا. بالمناسبه يا استاذ ايهاب خليني اقول لك معلش بدون مقاطعتك، اتفضل. هو بس الاخطاء مش كانت على النادي الاهلي في هذه المباراه، احنا بنتكلم بحياديه تامه. قصه محمد الشناوي بصراحه منتهى الصراحه يستحق فيها الطرد عشان الاسلوب اتكلم بيه مع الحكم، هو الحكم ما عندوش جرأه انه يطرده. طب دي مشكلته برضه، ما هي دي مشكله من ضمن المشكلات الخاصه بالحكم. بص يا امير، بص يا امير، حته
يعني الحديث عن محمد الشناوي وطرد، وطبعا دي في عقوبه في النادي الاهلي دي خلاص بالظبط، وطبعا في امور مش هتشوفها في الملعب تاني بشكل كبير، وفي امور جديده على الفرقه اعتبرها انتهت تماما. واذا كان راى الحكم ان الشناوي يستحق الكارت الاحمر فهو الشناوي يستحق الكارت الاحمر، دي حقيقه، واحنا على شاشه دي حقيقه النادي الاهلي، والراجل قال لك ان هو هنا دفع مش ضرب من غير كره يستوجب الكارت الاصفر، ولكن هو برضو لما اتكلم على الحكام قال انا لو ليا غلطه اتسائل فيها ان انا ما طردتش الشناوي بعد حديثه معايا ده الراجل، انما الراجل مبرئ نفسه من الخطا التسلل ومن ضربه الجزاء، لا بيتكلم ان ده لاين مان وبيتكلم ان ده حكم اضافي. انا بقول ماشي، ولكن في نفس الوقت في مسؤوليه هنا. النهارده طاقم التحكيم اللي بينزل ما عندوش تجانس في المباراه، طاقم التحكيم اللي بينزل ما فيش لغه بينه وبينه، انا ما اعرفش هل السماعات اللي بتتحط في الودان دي يا جماعه شغاله ولا لا، اشك مليون مره انها شغاله واشك انها ديكور كده. لا هي تقريبا مش شغاله، على فكره فتره من الفترات شغلوها عن طريق الخطوط عشان تبقى عارف، يعني اكيد انت عارف المعلومه. شوف احنا بنقول ملهاش لازمه بقى، لكن بجد يا جماعه بجد انا بقول لجنه الحكام، وانا بحترم كل الناس واحترم الكابتن عصام عبد الفتاح وهم عارفين ده كويس جدا، لكن لازم نعترف ان في خلل في المنظومه. وبقول حاجه ثانيه واقتراح، يا ريت ناخد بيه بقى ما بلاها بقى من الحكم الخامس او الحكم الاضافي، ماذا اضاف غير اكتر من المشاكل؟ يعني النهارده حكم الملعب بيعتمد عليه اكتر وبيغرقه اكتر. الراجل بيقول يا جماعه ابراهيم نور الدين انا اول ما شفت الكره في الاعاده قال لهم انا مصدوم جدا، انا مصدوم انتوا غرقتوني. عموما التقرير كان وافي، ولكن اكيد لازم امير اشوف باقي الاخبار اللي عندك والتقرير وعندنا ايه النهارده في الاهلي. طيب يعني بغض النظر عن هذه المباراه ان شاء الله اخطاء نتمناها ان هي ما تتكررش ان شاء الله في ملاعب الكره المصريه بشكل عام، مش بس للنادي الاهلي يا جماعه، احنا بنتكلم على الدوري بشكل عام علشان يعني نشوف المتعه اللي احنا مستنيينها من بطوله الدوري، خصوصا بعد عوده الجمهور للمدرجات بشكل جيد جدا. ف يعني خلاص نقفل هذا الملف ونروح نتكلم بقى على حلقتنا النهارده من برنامج الاهلي الليله. النهارده في الحقيقه عندنا العديد من الفقرات الهامه جدا، اول فقره هيقدمها الاستاذ ايهاب الخطيب اللي هيستضيف فيها الاستاذ شريف العريان رئيس مجلس اداره اتحاد الخماسي الحديث. الفقره الثانيه ان شاء الله هكون معاكم فيها، وهيكون معانا بعض التقارير وبالتحديد هتكون خاصه بلائحه النظام الاساسي او مشروع لائحه النظام الاساسي الخاص بالنادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره المقبله. الفقره الثالثه ان شاء الله هتكون من خلال استاذ شريف فؤاد، واللي هتكون عباره عن فقره حواريه هستضيف فيها المستشار جمال الحاوي وايضا اللواء جمال مرسي. ايضا في فقره اخرى حواريه لاستاذ شريف فؤاد هتكون من خلال محاوره الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والحديث بشكل مفصل عن جزئيه اللائحه او لائحه النظام الاساسي بالتحديد. ايضا خليني اقول لكم ان الفقره الخامسه او الجزء الاخير من هذه الحلقه وهتكون خاصه بزميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وهي فقره الكره العالميه، وهي فقره مهمه جدا ومميزه جدا وهيكون فيها العديد والعديد من الاخبار العالميه زي ما احنا تعودنا من خلال زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين. لكن خليني سريعا نتكلم عن فقره من ضمن الفقرات اللي هقدمها لكم النهارده، وهي خاصه باللواء حسن مسعود مدير مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، وهيتكلم فيها عن موضوع اللائحه. وعلى فكره يعني بالمناسبه جزئيه اللائحه بالتحديد شيء اكثر من رائع بيقوم به مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو بيوزع مشروع اللائحه على كل كبار الاعلاميين كبار الصحفيين، مبادره كويسه جدا. ايضا هتكون مع من خلال اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي السابقين كلهم راح لهم نسخه من اللائحه عشان يكون في مشاركه لكل ابناء النادي الاهلي، وده شيء جيد جدا. كمان من خلال التواصل مع اعضاء النادي الاهلي اللي من خلال تواصلهم تغيرت بعض البنود في مشروع لائحه النظام الاساسي بالنادي الاهلي، وواضح ان النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا، وده طبيعي جدا من خلال هذا الملف بالتحديد، عشان دي هتكون لائحه من خلالها ان شاء الله النادي الاهلي يسير لما هو قادم من فترات كبيره ان شاء الله. خلينا نروح نشوف التقرير ده مع اللواء حسن مسعود مدير مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، ونرجع مباشره للاستاذ ايهاب الخطيب والفقره الاولى من برنامج النهارده الاهلي الليله. طبعا النادي الاهلي في الرياده دايما، ودايما هو اللي بيبتدي، ومشروع اللائحه ده
لا يجوز ان النادي الاهلي العريق اللي اتعمل من 1907 اكبر نادي في الشرق الاوسط وفي مصر ان ما يكونش له لائحته ويكون شغال بلائحه اخرى. فكان مجلس الاداره بأول يوم جه ابتدى يشتغل في موضوع تجهيز لائحه للنادي وجهز صياغه بلجنه صياغه ولجنه مركزيه وشكل لجان وخرجت للنور مشروع اللائحه. مشروع اللائحه ده هي دي ليست لائحه نهائيه ولكن مشروع لائحه. اللائحه اتعملت وفيها مواد، هذه المواد قابله للاضافه والحذف والتعديل، وتم كان قرار المجلس المحترم ان يبقى فيه حوار مجتمعي خاص بالمشروع اللائحه، وتم الانتشار في الثلاث فروع بالنسبه للنادي منهم طبعا فرع مدينه نصر الاهتمام بهذا الموضوع، و تم توزيع التفاعل مع الاعضاء، توزيع مشروع اللائحه، تلقي طلبات الاعضاء في على مقترحاتهم وتوصيلها للسيد المدير التنفيذي. فالامور الحمد لله ماشيه في اطار محترم جدا. بندعو الناس انها تتواجد في يوم 28 ان شاء الله، لان النادي الاهلي لابد ان يكون له لائحته، لا يجوز ان النادي الاهلي لا يعمل بلائحته اللي هو عمله، ودي ان شاء الله هتبقى لائحه نموذجيه نتيجه اللي بيتم ده ان هو موضوع المناقشات وورش العمل. هنا في مدينه نصر اتعملت اكثر من ورشه عمل لمناقشه اللائحه وحصل اجتماعات. حاليا واحنا واقفين دلوقتي في لجنه الرواد عامله بورشه عمل لمناقشه مشروع اللائحه، ففي الاهتمام في عندنا الحمد لله، في عندنا تم عمل تجهيز مكان لمناقشه الساده الاعضاء وكلهم متطوعين اعضاء النادي، وفي تواصل كويس جدا مع الاعضاء. الاعضاء يعني توزيع اللائحه ماشي يعني بمعدلات كويسه جدا، تفاعل الساده الاعضاء ماشي كويس جدا، في اكتر من طريقه للساده الاعضاء لتوصيل مقترحاتهم وارائهم، هي اما عن طريق الايميل او عن طريق اداره النادي عن طريق الصناديق، فكل هذا متوفر للاعضاء. في تجاوب كويس جدا، في حب من الاعضاء لناديهم، في الاهتمام بكل واحد بيقول رأيه وبحرية كاملة دون رجوع. احنا بنتفاعل مع الأعضاء وبنوضح ان هذا مشروع لائحة وليس لائحة نهائية. فأنا بدعو الأعضاء انها تتواجد بكمية ان شاء الله يوم الجماعة العمومية علشان تقول رأيها في اللائحة وتخرج للنور بقى لائحة النادي الأهلي، ودايما النادي الأهلي لابد ان يكون له لائحة. من جديد كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي الليله. دايما عندنا فقرات حواريه مميزه جدا وفقرات حواريه مختلفه. النهارده معانا فقره مميزه ومختلفه، لان لما نيجي نتكلم على بعض المشاكل اللي بتدور في الوسط الرياضي الناتجه عن الاداره الرياضيه او قانون الرياضه الجديد، هل قانون الرياضه الجديد قانون حل كل المشاكل؟ هل كل الاختصاصات موجهه بالشكل الصح؟ ايه علاقه اللجنه الاولمبيه باداره بعض الامور؟ لان في حاله من اللغط في مركز التحكيم، عندنا دوره الاولمبياد الشباب في الارجنتين كمان شهر في استعدادات. عشان كده معايا ضيف مهم جدا مشرفنا ومنورني في هذه الفقره المهمه، المهندس شريف العريان رئيس مجلس اداره الاتحاد الخماسي الحديث وسكرتير اللجنه الاولمبيه. منور يا باشمهندس. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. حاله من اللغط احيانا ومناقشات حاده، ويبدو ان قانون الرياضه على الرغم من اننا سنين عشان يطلع هذا القانون بهذا الشكل وانه اضاف كتير جدا، لكن لسه في هل في تدخل في الاختصاصات؟ هل القانون مكتمل ولا لسه محتاج بعض التلقاءات؟ الكلام ده لان الازمات كلها ما بتحصل مش عارفين نروح فين نيجي فين، في مركز تسويه وتحكيم، لا لسه في امور كتير احب اعرف من حضرتك في البدايه كده، ابدا سخن شويه. تمام. طبعا هو قانون الرياضه ده يمكن من اعظم انجازات الوزاره تحديدا ثم مجلس الشعب طبعا ولجنه الشباب والرياضه. احنا كنا ماشيين بقانون 77 لسنه 75 جرى عليه الزمن في جميع بنوده الحقيقه، وكان لابد من التغيير.
الرياضة المصرية كانت معرضة من بالإيقاف الدولي في كل الألعاب بما فيها كرة القدم عشان الناس تبقى عارفة من 2008 وانت طالع. اللجنة الأولمبية الدولية فاض بيها الكيل من كم الاستثناءات اللي أعطتها لمصر. طب استنى مش 6 أشهر، طب ادونا سنة، طب ادونا سنتين، طب أصل عندنا ظروف، أصل كذا كذا كذا، لما الناس جابت آخرها. احنا حاولنا نوصل ده للمسؤولين هنا، كان في ناس بتتفهم شويه وتحاول تتجاوب بس ما عرفتش تعمل حاجه في فترتها قصيره. الحقيقه المهندس خالد العزيز يعني في فتره ولايته ليه او رئاسته لشباب الرياضه في مصر قدر ان هو يطلع قانون للنور. هنقول فيه اختلافات ممكن وجهات نظر مختلفه طبعا، ده اكيد اي قانون جديد هيجي ممكن نختلف فيه. بالتطبيق الفعلي احنا عارفين ان بالتطبيق الفعلي هيتم هنلاقي مشاكل، هنلاقي حاجات محتاجه تتظبط. قانون ما هوش قرآن، القانون ده حاجه من خلق البشر، تمام؟ من وجهه نظرنا اجتهدنا جميعا، خلاص كل القائمين على القانون اجتهدوا وصلنا لصيغه معينه. الصيغه دي على فكره فيها توافق في الوسط الرياضي بنسبه لا تقل عن 95% في اي حال من الاحوال. بنسبه عاليه جدا. 95% بقول لحضرتك، انما في 5% فيهم اختلاف. فيهم مع التطبيق الفعلي حاجات محتاجه تعديل، طبعا في حاجات محتاجه تعديل، في حاجات اتنست، مش عايز اقول يعني اتنست بالذات في مركز التشريع والتحكيم الرياضي مع التطبيق الفعلي، لان في حاجه ازاي المركز مثلا ما عندوش انه يطلع صيغه تنفيذيه، تمام؟ في مشاكل، في مشاكل، انما مشاكل غير مقصوده، الناس كلها اجتهدت وفي طريقها للحل، وفي طريقها للحل طبعا. فده اللي انا بقوله، دايما هيبقى فيه حاجات، وفي الاخر ده قانون ممكن نعدل فيه كل شهرين لو عايزين، مفيش اي مشكله خالص ما دام للصالح العام. احنا جاهزين ومجلس الشعب جاهز والوزاره موجوده وكل حاجه ليها اختصاصاتها في القانون. انما قانون انا شايفه يعني بنسبه كبيره جدا قانون محترم جدا، مدي عبء كبير قوي على اللجنه الاولمبيه المصريه. هقول عبء كبير لان اللجنه الاولمبيه المصريه كانت مهمشه فتره طويله جدا. الجزء الفني بقى منوط جدا بالاتحادات واللجنه الاولمبيه، لازم بقى يشتغلوا ويعملوا شغلهم. يمكن القانون ده هيكشف ناس كتير، يكشف ناس كتير بمعنى مش بمعنى واحد، بمعنى ان هو انت لو ما اجتهدتش وبذلت مجهود لان الكره بقت في ملعبك، تمام؟ هتتكشف قدام جمعيتك العموميه، هتتكشف قدام الجمعيه العموميه، هتفشل، تمام؟ فلازم تكون ناجح. انما لو انت جاي عشان تقعد على كرسي وتقعد ريح خلاص، لا هتفشل فشل ذريع الحقيقه. فبالعكس هو قانون كويس جدا. العمل في الفتره اللي جايه يمكن هو ريح وزاره الشباب والرياضه في اختصاصات كتير جدا. حته التريح بقى اللي حضرتك بتقولها دي بتقال بشكل اخر، طبعا. ان سلبت يعني مهام وزاره الشباب والرياضه او قدرتها وتم دعم اللجنه الاولمبيه، ده بره بيتعمل بيه، ويمكن ده بره اللجان الاولمبيه شغاله بهذا الشكل. هل احنا لسه مش متواجدين مع الشكل الاحترافي ده، ولا عندنا ازمات خاصه، ولا يحصل تعديل تاني لصالح؟ بعض بيتكلم ان وزاره الشباب والرياضه عايزه برضو بعض التعديلات عشان يكون ليها دور، ولا الدور مشترك بينكم؟ تمام، هو خلينا بس نوضح حاجه واضحه جدا. اللجنه الاولمبيه منوطه بالجزء الفني، تمام؟ الجزء الفني، والاتحادات منوطين بالجزء الفني. ما ينفعش، ولا كان في على فكره في السابق الوزاره ما كانتش مش مفروض انها تتدخل في الجزء الفني تحت اي مسمى. الجزء الرقابي والجزء المالي هو خاص بالوزاره، من حقها الرقابه خلاص. واحنا عندنا على فكره كذا كذا جهه رقابه، الرقابه المعنيه في الوزاره، الجهاز المركزي للمحاسبات، يعني في كذا كذا جهه وده حقهم، يعني في شفافيه تامه الحقيقه في القصه دي. الجزء اللي هو بقى خاص بان اللجنه الاولمبيه انا هقول نجحت تمام مع الوزاره، مشاركه تماما مع الوزاره ومع الدوله في انها، تخيل حضرتك ان الاتحادات المصريه والانديه المصريه ما كانش عندها لوائح، كانوا ماشيين بورقه، يعني لو حضرتك لو قريتها لك هتضحك الحقيقه خلاص. فاحنا ارغمنا جميع انديه مصر وجميع مراكز الشباب وجميع الاتحادات ان هم يحطوا لوائحهم، يحط لائحه واضحه وصريحه، وادينا له كمان الحق، تمام؟ وادينا لهم الحق، انت هتحط لائحتك وهترجع لجمعيتك العموميه وحط اللي انت عايزه بما لا يخالف القانون، القانون المصري، تمام؟ والمعايير الدوليه والميثاق الاولمبي، مفيش اي حاجه عيب في الكلام ده على الاطلاق، ده الكلام ده الكلام ده مكتوب في الدستور المصري حضرتك، خلاص في الماده 81، فالكلام واضح وصريح.
كنا عارفين بقى كمان ان بعض الانديه والاتحادات عشان دي حاجه جديده ممكن ما يلحقوش، ممكن ما يعملش جمعيه. طب هيعمل ازاي بقى انتخابات وهيعمل الكلام ده كله؟ فجهزنا لائحه استرشاديه. اللائحه الاسترشاديه دي غير ملزمه خلاص، غير لو انت ما قدرتش تجمع النصاب القانوني لجمعيتك العموميه فهتمشي باللائحه دي الى ان تعمل انتخاباتك وتعمل كل حاجه، وبعد كده اعمل في اي وقت جمعيه عموميه غير عاديه وغير فيها خلاص للافضل للي انت شايفه اللي بيعمله النادي الاهلي حاليا. تمام، ان هو بيغير، ما كانش عنده فرصه، يمكن كان ارتكب خطا اختلفنا فيه وفصل فيه القضاء ان احنا كنا صح. تمام، النادي الاهلي التزم، ما فيش اي مشكله خالص، اقام انتخاباته على اللائحه الاسترشاديه، وحاليا عنده يعني ناس قيمه وقامه بيحطوا دلوقتي اللائحه الجديده اللي النادي الاهلي نفسه يمشي عليها، مفيش اي مشكله خالص، وهيقيم جمعيته العموميه غير العاديه، ولو اعضائه اقروا هذه اللائحه هننشرها له في الجريده الرسميه وهنقرها له، ويعني تبقى نموذج لجميع الانديه، مفيش اي مشكله خالص. اكيد من كلام حضرتك شايف انه لم يتم تقليص لدور وزاره الشباب والرياضه، بل بالعكس ان الدور الفني اللي كان المفروض يكون منوط للجنه الاولمبيه والاتحادات عند اللجنه الاولمبيه والاتحادات. الوضع وبعض المشاكل، وحضرتك ما اكثر المشاكل الرياضيه الفتره اللي فاتت، حته برضو الانتخابات حصل فيها مشاكل كتير، لان طبعا لسه قانون جديد ولسه حته تبادل الادوار لسه جديده، ولكن امتى ينتهي اللغط ده؟ وهل ممكن نشوف في الفتره الجايه تعديلات وخاصه في قصه مركز التحكيم؟ طيب هو الاول اللغط، المشاكل دايما هتبقى موجوده بس لازم يكون في جهه عشان تحلها. تمام. خلاص، انما المشاكل احنا متوقع مع القانون الجديد انها تقل بنسبه كبيره جدا، وده فعلا حصل. لو بصينا على كم القواضي اللي كانت شغاله قبل القانون الجديد ودلوقتي هنلاقيها اقل بكثير. او ده اول حاجه. تاني حاجه هنلاقيها ان القواضي اللي بتطرح بتخلص في مده قصيره، يعني بدل ما كانت قضيه ممكن تقعد 3 4 سنين يكون مده مجلس خلصت ولسه القضيه شغاله ما تبتش فيها، لا دلوقتي في شهر 2 بيكون خلصانه تماما القضيه وطالع فيها حكم جاهز للتنفيذ. الاحكام كلها رغم ان ما فيش صيغه تنفيذيه، تمام، الاحكام كلها جميع 95% من الناس خلاص اللي طلع ليها احكام نفذت طوعيه، يعني ما حدش لا اعترض ولا حاجه ونفذ طوعيه ايا كان ايا كان الحكم كان ايه. قاعد هنقول بقى ان في 5% قالوا لا مش هننفذ، مش عاجبنا الحكم. تمام، هم دول بقى اللي اظهروا العيب اللي موجود حضرتك اللي احنا بنعالجه دلوقتي خلاص مع مجلس الشعب. احنا بنقول يا جماعه في تعديل مطلوب خلاص، انكم تطلعوا تغيروا حاجه في القانون عشان يبقى نعرف ننفذ بالظبط، عشان ما في صيغه تنفيذيه. انما لازم الناس تفرز بحاجه مهمه قوي، مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري خلاص مش عايز اقول ايه، مش ملوش دعوه خالص باللجنه الاولمبيه المصريه. يعني معظم المصادر او معظم اللي عندهم مشاكل يقول لك ازاي اللجنه الاولمبيه خصم وحكم؟ ما هياش خصم وحكم، دي بقى اللي عايزين نفسرها. هقول لحضرتك لان ده اكتر من الجانب المشترك ما بين اللجنه الاولمبيه المصريه ومركز التحكيم حاجتين. ان القانون اللي طلع فيه مكتوب فيه ايه؟ ان رئيس مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه يبقى رئيس مركز التسويه والتحكيم. كويس، من الجهه الاداريه، يعني رئيس مجلس اداره ملوش اي دعوه بيه القواضي والتحكيم ومين هم المستشارين والكلام ده كله، ولكنها بين قوسين برضو شكليا مش كويسه. قولها زي ما يعني ممكن يعني لازم تتعدل برضه. مفيش اي مشكله، مفيش احنا مش ضد على فكره، احنا قانون طلع بيقول كده. تمام، فما لا يملك رئيس اللجنه او اللجنه انهم يخالفوا القانون. تمام، ادي واحد. لو اتغير القانون وحتى حاجه هنمشي عليها، مفيش اي مشكله خالص، مفيش ما يمنع الحقيقه. تمام، الحته الثانيه ان المركز نفسه متواجد مقره فين؟ في اللجنه الاولمبيه المصريه، واخد جناح كامل عندنا خلاص، ايجار بيدفع ايجار حضرتك يعني. ولو حب يروح في حته ثانيه ده يريحنا خلاص. احنا حضرتك اللجنه الاولمبيه المصريه مقرها داخل هيئه استاد القاهره، تمام، طول عمرها فيها هدوء تام. حاليا احنا عاملين زي المحكمه، احنا في ايام بنيجي نخش اللجنه نلاقي كوردون امني معمول. ليه؟ اصل النهارده في احكام هتطلع فممكن الناس تعترض، فتلاقي الامن قافل المنطقه تمام، مفيش مشكله خلاص. فهم موجودين عندنا يعني في مكان يسمح، في مكان يسمح، في مأجرين عندنا قوي، لو حبوا في اي وقت يروح حته ثانيه مفيش اي مشكله خالص برضو، يعني ما عندناش مشكله في الحته دي. طبعا القرب من عندنا ده بيسهل حاجات كتير، مبنى الاتحادات تعدي الشارع تلاقي الناحيه الثانيه جميع الاتحادات المصريه، فسهوله الاجراءات لو في حاجه في اللجنه. انما هديك مثال تاني، لو احنا لينا
باور زي ما الناس بيقول كده خلاص على مركز التسويه والتحكيم، ما كناش نخسر اكتر من 50% من الاواضي خلاص اللي احنا طرف فيها. اللجنه الاولمبيه المصريه طرف فيه اواضي كتير جدا، خلاص طلع احكام ضد اللجنه الاولمبيه المصريه خلاص نفذوا تنفيذ كلها، احنا مفيش حكم طلع في اللجنه الاولمبيه المصريه الا ما تنفذ. ابرا زي اكتر حكم الناس يعني تقول حصل حكم كذا نفذناه عشان كده يا جماعه هي دي الشفافيه، ايه الحكم اللي حضرتك شايفه؟ مش يعني هو في احكام كتير الحقيقه طلعت خلاص. لا بس في احكام عاديه هي الاحكام اللي عليها لغط هي ايه حضرتك خلاص ان 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 احكام في انتخابات زي مثلا كره الطايره، زي كره السله تمام، زي التنس تمام. انا عندنا ناس لجأت للمحاكم العاديه وبعدت عن مركز التسويه. لجأت ليه المحاكم العاديه؟ لان ده من قصور اللي اتعمل في القانون، اللي ما كانش فيه جزء بتاع في اللائحه جزء بتاع الاستئناف، يعني لو طلع حكم خلاص ما اقدرش استأنف تمام، فاتعمل دايره للاستئناف وعبال ما اتنشرت في جريده رسميه وخد الموافقات المطلوبه، فدلوقتي بقى في دايره استئناف. طب قبل ما يبقى في دايره استئناف كان الناس تعمل ايه؟ القانون قال ايه؟ القانون قال ترجع ليه؟ للمحكمه العاديه، محكمه القاهره باين خلاص اوكي. ففي بعض الاتحادات لما طلع حكم عليها راحت لهذه الجهه اللي هو الباسكت وخد حكم لما اتعمل الاستئناف خلاص، وجم طلبوا استئناف خلاص في مركز التسويه، طلع احكام قالوا احنا مش ما هو قبل صدور الدايره بتاعت الاستئناف ده بيرجع للمحكمه العاديه، احنا محترمين قراره. يعني قبل وجود دايره قبل صدور دايره الاستئناف في مركز ماشي التسويه اوكي طبعا يتم اعتماده طبعا، ما فيش حاجه تخالف لا قانون ولا ميثاق اولمبي ولا اي حاجه في الكلام ده. ما بعد دايره الاستئناف ما اتعملت خلاص ما تطلعش بقى بره خلاص، او لو طلعت بره هيديك عدم اختصاص ويقول لك ارجع ليه مركز التسويه خلاص. اذا اقدر اشوف من كلام حضرتك كده ان مركز التسويه اصبح دلوقتي مكتمل الاركان خلاص، ولا في برضه بعض الامور فاضل فيه لسه اجزاء محتاجه تعديل موجوده في مجلس النواب؟ الحقيقه مش هقدر اتكلم فيها لان انا مش طرف في المركز الحقيقه تمام، انما نتمنى انها تخلص بسرعه عشان الناس كلها ترتاح. انما بقول كلنا لازم نقف ورا مركز التسويه وننجحه الحقيقه، عشان اول مره في اول مره بقى عندنا في مصر كورت اوف اربيتريشن للرياضه على طول خلاص. فدي حاجه المهم حاجه كويسه المفروض كلنا نستثمرها ونقف مع يعني قد يكون في اخطاء. اللجنه الاولمبيه الدوليه زهقت مننا الفتره اللي فاتت من كتر المشاكل اللي كنا بنبعتها، ورؤساء الاتحادات يبعتوا من هنا، واللجنه الاولمبيه المصريه تبعت من هنا، وحتى بقى بعيدا عن اللجنه الاولمبيه الاتحاد الدولي تقريبا يعني كانوا قالوا المهندس انا بريده واحنا ما عندناش غير مصر، كل شويه مشاكل. فاكيد يعني لا ده حل جزء كبير. وعلى فكره الكورت اوف اربيتريشن في لوزان موجود زي ما هو طبعا. يعني ما عجبكش القرار هتروح المحكمه الدوليه المحكمه الدوليه طلعت قرار ملزم طيب. مفيش مشكله. النقطه بقى هنا لازم اعدي على مركز التسويه المصري الاول ولا انا اقدر اطلع حسب لائحتك انت حطيت ايه في لائحتك اللي انا حاططها كاتحاد وكجمعيه عموميه بما لا يخالف القانون. كويس جدا. القانون قال بقى هنا ايه؟ يعني مش عايز برضو انا مش راجل القانون يعني القانون قال هنا اروح لمركز التسويه الاول تمام. القانون قال ان هو دلوقتي المشاكل الرياضيه بتحل في مركز التسويه خلاص. فانت المفروض انك انت في لائحتك بتحط الكلام ده، انت حطيت بقى ان في لائحتك ان ده موقفه نهائي خلاص، ده موقفه نهائي. حطيت ان لسه في بعديها تقدر ترجع للكاس، حط انك تقدر ترجع للكاس. حط اللي انت عايزه في قانونك بما لا يخالف. والقانون قال لك الف ب تروح مركز التسويه والتحكيم، بعدها ما عجبكش الحكم انت تشوف لائحتك هتعمل ايه بقى، تستأنف معاهم فكرة. ولا يعني هديك مثال كده بالاتحادات خلاص. لو اللائحه عندنا واعتمدت من الجمعيه العموميه ومكتوب فيها ان لو انت عايز تعترض بتروح الاول ليه مثلا، هديك لائحه الخماسي الحديث بتروح الاول ليه الدايره المنوطه خلاص او اللجنه المنوطه في الاتحاد، ما خدتش حقك فيها خلاص من حقك تروح مركز التسويه، ما خدتش حقك فيه تروح للاتحاد الدولي، ما خدتش حقك تروح للكاس. ادي ايه الاجزاء رائع. لو الاتحاد حط ان تروح للجنته ثم مركز التسويه وفول ستوب كده وده النهائي، ايا كان القرار بتاعه هيبقى قرار نهائي خلاص، ده ملزم على الجميع. خد بالك احنا بندير منظومه الخماسي الحديث مثلا تمام. انت كاتحاد كنادي دخلت في هذه المنظومه، انت اوريدي عشان تخش عندي وتسجل نفسك انت اقريت بكده، انت اقريت باحترام هذه اللائحه باللي مكتوب فيها. يعني انت مش جاهل بالقانون، انت عارف وانت داخل انك انت لو حصل مشكله خلاص فهي دي الجهات اللي انت هتمشي عليها، مش هتقدر تروح لحاجه ثانيه.
انت بتقرب كده. قد يكون مختلف في الكوره، قد ما يكون مختلف ايا كان كل اتحاد، و لما احط الطريقه اللي انت شايفها هتبقى عادله وهتحل لك جميع مشاكلك. احنا مش ضدها ابدا على الاطلاق. متى تنتهي حاله اللغط في تقسيم الادوار والناس تبقى شايفه القانون بشكل كويس قوي، ويبقى بعض الامور اللي انتم محتاجين تكملوها في مركز التسويه او في تعديلات القانون، امتى نقدر نقول في توقيت زمن لده، ولا نقدر الوقت ده ياخد قد ايه؟ والله احنا على تواصل مع وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي الوزير الجديد، وبنتمنى له كل التوفيق طبعا في الفتره القادمه. واحنا دلوقتي فتحنا كل الملفات دي معاه، وهو المفروض بيجتهد معانا، ومع طبعا دكتور فرج رئيس نادي سموحه ورئيس فرج عامر، تمام، رئيس نادي الشباب والرياضه. فاحنا كلنا منظومه واحده الحقيقه، خلاص. فاحنا دلوقتي بنجتهد معاهم ان احنا نخلص الحاجات دي في اسرع وقت ممكن، تمام، عشان وهتظهر مشاكل تانية على فكره، يعني طيب. عمر ما الدنيا هتقف. هتكلم مع حضرتك بصراحه، اتفضل. الان ما يتردد في الوسط الرياضي ان الدكتور اشرف صبحي يسترد بعض الامور ويحاول تعديل بعض الامور لعوده قدره وزاره الشباب والرياضه مره اخرى، او قوتها مع اللجنه الاولمبيه، فيما فرط فيه المهندس خالد عبد العزيز. ده اللي بيتقال زي ايه؟ يعني حضرتك قول لي بوينت معين. صلاحيات وزاره الشباب والرياضه في ايه؟ في ايه؟ قلت في ايه حضرتك؟ قلت في ايه بالظبط؟ يعني في الشكل قلت فيه؟ قلت فيه؟ لا، ما انا اقول لحضرتك بقى لو انا اقول لك، انا هقول لحضرتك اسهل على حضرتك. قلت في ايه؟ قلت ان اعتماد الجامعات العموميه بدل ما كان بيجي من الوزاره بقى من اللجنه الاولمبيه. تمام؟ الجمعيه العموميه نفسها خلاص اوكي، واجراءاتها بقى بتنظر عندنا بقى بتنظر عندنا بدل ما بتنظر في وزاره الشباب والرياضه. خلاص، هل دي صلاحيات يعني في قانون بيحكمها في الاخر، فايه المشكله اللي فيها؟ لا، هي قالت دي لجنه اولمبيه ولازم تبقى عند اللجنه الاولمبيه. تمام. احنا لا نملك الموظفين والهيكل الاداري، خلاص، اللي بينزل للانديه ويقوم بالاشراف على هذا الموضوع. تمام. يعني فاحنا بنستعين بمديريات الشباب والرياضه. ما يتردد من ان المهندس خالد عبد العزيز سلب إرادة وزارة الشباب والرياضة وانتقلت للجنة الأولمبية، ده كلام مش مظبوط. بس أنا شايفه كلام مش مظبوط خالص على الإطلاق الحقيقة. ده اللي أنا عايز أخده معاك. هيبة الدولة موجودة، إحنا والدولة واحد، تمام، إحنا جزء من الدولة. هي أنا مع احترامي لحضرتك كلمة هيبة الدولة بقت مطاطة شوية، بنستخدمها بالزبط. كتير الناس بقت تستخدمها للأسف كتير. صح، كلامك مظبوط. صح ولا كلامك مظبوط؟ لأن الدولة طول عمرها ليها هيبة طبعًا، وليها تواجد طبعًا، وفي الآخر طبعًا. اللجنة الميثاق الأولمبي واللجنة الأولمبية المصرية أصلا بتدي لك التدخل في الأمور التي تلزم لك التدخل. الميثاق الأولمبي بيلزمك إنك تتعاون مع الدولة ومع قانون الدولة، خلاص، وتمشي عليه غصب عنك. احنا اللي اتاخرنا بقى في استحداث قانون ما كانش ينفع، قانون 77 لسنه 75 نفضل ماشيين بيه، يعني 50 سنه. في بنود لما بتتقال مضحكه جدا، صح. يعني حتى الاشتراكات وبعض الامور، الاشتراكات بس، البدلات حتى. يعني الولاد في المنتخبات بيضحكوا لما يجي يسافر وتقول له انت ليك بدل سفر، عم هتاخد 12 تلت بدل سفر يوازي مثلا 12 دولار، خلاص، وربنا معاك، يعني ده كده مبلغ عظيم. هيجيب لي سندوتش مثلا، ولا هيعمل بيه ايه بره؟ في حاجات كتير يعني كانت محتاجه بقى في اللوائح الجديده وكل الامور، كله تعدي. يعني ان شاء الله اولمبياد الشباب الجايه في الارجنتين نشوف بقى فيها يعني كان لنا نتائج كبيره جدا للشباب الفتره اللي فاتت، ماشيه بشكل كويس في صحوه في معظم الاتحادات، في شباب كتيره جدا مبشره، وان كان بعض الاتحادات عندها لعيبه بتشتكي ان هي ما بتروحش وبتظلم، لكن اخد من حضرتك الاول الشكل العام استعدادنا لاولمبياد الشباب في الارجنتين. الشكل العام احنا خلاص خلصت التصفيات لكل الاتحادات، وخلاص وجالنا من اللجنه الاولمبيه الدوليه الشكل النهائي لبعثة مصر. الشكل النهائي لبعثة مصر هو ان تاهلت مصر ب 67 لاعب ولاعبه، 29 ولد و 28 بنت، في 23 لعبه اولمبيه. من اصل 31 لعبه موجودين في اولمبيات الشباب. ال 31 دول مصر في ثلاث العاب منهم مصر ما عندهاش اتحاد اساسا. خلاص، يعني في اولمبيات الشباب مختلفه شويه عن اولمبيات الكبار، في ثلاث حاجات عندنا، حاجه اسمها روك كلايمنج، تسلق جبال، مش موجود عندنا، ما عندناش اتحاد حتى ليه. عندنا حاجه اسمها رولر، يعني رولر سكيتنج، خلاص، مش موجود عندنا. وعندنا حاجه اسمها بريك دانسنج،
خلاص راس فعلا بطريقه البريكدان مش موجود ليها الاتحاد. فدي حاجه في الشباب احنا مش موجود. فاحنا موجودين في 28 لعبه دخلنا التصفيات فيها كلها واجتهدنا ووصلنا في 23 لعبه مصر وصلت لاولمبياد الشباب وتاهلت عن القاري او عن طريق بطولات العالم وتاهيل الرانك العالمي. تمام. ال 23 اتحاد دول فيهم لعبه واحده جماعيه اللي هي كره القدم للصالات. تمام. هي اللعبه الوحيده. هم الالعاب الجماعيه في اليوث اولمبيكس هي كره القدم للصالات، الهوكي والهوكي لم يشترك في التصفيات، اليد الشاطئي دلوقتي اتغير تمام وبرده لم يشترك في التصفيه، والرجبي وهي لعبه جديده في الاولمبياد، والرجبي لسه قدامنا شويه قبل ما نوصل ان احنا نبقى اسياد افريقيا، حتى احنا ما بنكسبش افريقيا لسه يعني لسه. فكره القدم كتر خيرهم دخلوا التصفيات فازوا الحمد لله، وهم اللي هيمثلوا افريقيا في اولمبياد الشباب. القوام ده حضرتك بيدي لمصر بقى ليها كوتا كده معينه، 30 مدرب، كام اداري، كام موظف، كام كده. فقوام بعثة مصر الكامله هتبقى حوالي 114 بني ادم هم اللي هيكونوا موجودين ممثلين لمصر في اولمبياد الشباب، من اداريين ومدربين ولجنه طبيه والكلام ده كله. فرص مصر ايه الحقيقه؟ فرص مصر الحقيقه موجوده في بعض الالعاب انها توصل الاولمبياد، وبعض الالعاب من الصعب، العاب رقميه واضحه وصريحه من الصعب انك انت تنافس فيها، انما انت وصلت كبطل في العاب عايز تعمل احتكاك للاعب بتاعك برضه تشوفه. لا طبعا اللي وصل ده بطل بكل المقاييس الحقيقه. تمام. احنا متخيلين ايه؟ احنا متخيلين ان مصر قادره على انها متوقعين حوالي 10 ميداليات اولمبيه. تمام. قد يزيدوا 2 يقلوا 2 ده بظروف المباريات هناك، انما هو ده في حدود الامكانيات المتاحه بين اللعيبه اللي اتاهلت دي، وفي العاب معينه احنا رصدناها عارفين بالظبط مين هيلعب ايه فين هيقدر يعمل ايه. لو بصينا لورا اولمبياد الشباب دي اولمبياد الشباب الثالثه، اولمبياد الشباب الاولى كانت في سنغافوره، اولمبياد الشباب الثانيه كانت في نانجينج في الصين 2014 حققنا فيه 11 ميداليه اولمبيه عشان الناس برضه تبقى عارفه ايه اللي احنا حققناه، 8 في الالعاب الفرديه و3 في الميكس ريلي او الزوجي المختلط، حققنا فيه 3 ميداليات. الزوجي المختلط ما بيحتسبش فيه الكاون بتاع الميداليات بتاعت الدول، تنافس الدول مع بعضيها، الزوجي المختلط، لان الزوجي المختلط في اليوث اولمبيك جيمز ممكن يبقى لعيب من مصر بيلعب مع لعيب من المجر، هم الزوجي المختلط في الرمايه مثلا. تمام. لان ليها كده قرعه وليها طريقه، ما ينفعش كده بتحسب ميداليه بس مش في الترتيب بتاع الدول اللي بتنافس ضد بعضيها. يعني كلام مبشر ان 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 الفتره الجايه. على فكره في طفره كويسه في بطوله البحر المتوسط الاخيره كانت في عندنا نتائج كويسه جدا وفي قاعده مميزه جدا، لكن في وسط ده قانون رياضه جديد بقى، قصه القرار الوزاري والامور اللي كنا بنشوفها الفتره اللي فاتت، هل برضو الامور دي اتحلت في السفريات في الفترات الاخيره؟ الحاجات دي موجوده زي ما هي على فكره. القرار الوزاري، اي قرار وزاري بيطلع لاي نادي او اي اتحاد حضرتك، بيجي الورق للجنه الاولمبيه المصريه بتدي الموافقه الفنيه، ثم بيروح للوزاره بتدي الموافقه الماليه واصدار القرار. موضوع يعني ما اختلفش كتير الحقيقه خالص، زي ما هو اختصاصات كل واحد موجوده، فالدنيا بسيطه جدا ونادرا ما اللجنه الاولمبيه المصريه بترفض قرار اتحاد او قرار نادي بالسفر لاحتكاك او لبطوله معينه او يعني نادرا الحقيقه. وهو مش معرض الحديث، ولكن يعني اتحاد المصارعه الفتره اللي فاتت عليه كلام كتير جدا على طرده لبعض اللاعبين والمواهب، بتشوف الامر ده ازاي في اللجنه الاولمبيه؟ لا انا بشوفه الحقيقه بطريقه مختلفه. الاول طبعا مش عارف حضرتك تعرف ولا لا، انما نتمنى الشفاء للعميد عصام نوار رئيس اتحاد المصري للمصارعه، لسه عامل عمليه، عمل حادثه بالعربيه الحقيقه قبل العيد، وكنت عنده الحقيقه امبارح، راجل بيتعافى وان شاء الله يقوم بالسلامه. اتحاد المصارعه، يمكن المصارعه من الالعاب اللي بتتهم ان اللعيبه بتاعتها بتهرب. تمام. ده ليه كذا سبب الحقيقه، انما انا مع فلسفه ان اللي عايز يسيب ويمشي ويطلع لبره، اللوائح الدوليه بتسمح بالكلام ده. ومصر مش هتقف على واحد لما يحصل ايه. لا احنا كلنا لو اي حد ما مش عايز مع الف سلامه يتشرف ان يلعب منتخب مع الف سلامه، لكن لما يبقى الوضع ان اللعيب بيحصل عليه ضغوط ويمشي، لا ما نقولوش بقى مع الف سلامه. انا بقى بقول لحضرتك هي الضغوط هي ايه؟ اللاعب المفروض ان الاتحاد يوفر له جميع الامكانيات المتاحه،
خلاص تمام. عشان يوصل للعلامات. في بعض اللاعيبه بيبقى شايف ان قرينه في دوله ثانيه بيتصرف عليه اكتر او بيتعامل معاه اكتر. فده منوط الاتحاد ان هو يوفر المناخ الكويس ان هو اللعيب ده يبقى بطل وكلنا عايزينه يبقى بطل الحقيقه. مظبوط. انما لو لعيب شاف ان امكانيات بلده دي مش يعني مش كفايه مش عاجباه فانا عشان كده همشي مع الف سلامه الحقيقه. لو عندنا المصارعه بقى الكام حاله اللي حصلت في الفتره الاخرانيه ما يفهمش غلط يعني. كلام حضرتك واضح ولكن لو احنا عندنا لاعب يستحق انك تصرف عليه اكتر وتدي له اكتر اكيد بيتعمل ده طبعا. بس هو كابتن كرم جابر صرف عليه من الدوله قد ايه؟ وصل لميداليتين اولمبيتين في لعبه المصارعه، اللاعب الوحيد في مصر اللي جاب ميداليتين اولمبيتين بعد فريد سنيكا من اول ميداليتين في الغطس في زمان خالص حقيقه تمام. فانما للامانه الناس بتبص على حاجه مختلفه، الاتحاد هو المنوط بالجزء الفني. فالاتحاد لو قرر ان انا هطلع مثلا بطوله البحر الابيض او الاولمبياد او وات ايفر وهعمل تصفيه بين اللعيبه خلاص عشان اختار الافضل، طب ما واحد هيكسب والتاني هيخسر، اللي هيخسر هيجي يقول لك انا الافضل. لا يا حبيبي، احنا عملنا حطينا كرايتيريا، الكرايتيريا اهي سعادتك الملعب هو الفيصل. فاللي حصل في المصارعه ان اللاعب اللي هو البطل اللي مثل مصر في اولمبياد ريو دي جانيرو والبطل السابق صفى مع اللاعب الناشئ الجديد اللي طالع وخسر. فبالتالي اتحاد اللعبه شايف ان اللاعب الناشئ هو اللي اولى بالفرصه دلوقتي. وده الحقيقه احنا دعمناه كلجنه اولمبيه، قلنا الكلام ده مظبوط مفيش مشكله. انتوا حطيتوا كرايتيريا مشيتوا عليها، اتغلب اللعيب احنا وسهل، اللعيب مش هيفضل قاعد كابس على انفاس اللي تحتيه، ما دام اللي تحتيه تفوق عليه ياخد فرصته. مظبوط. انت بقى اجتهد وابذل مجهود واكسب وارجع تاني. احنا ليه لحاله لغط الفيسبوك؟ يعني نسيب نفسنا للفيسبوك والتوك شو والاجواء والدنيا ويبقى في ضجيج كبير جدا جدا مع الواضح. لو طلعنا اتكلمنا في شويه حاجات بهذا الشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه الامور تتحل وتبقى واضحه تماما. الامور بسيطه، وعلى فكره الجزء الفني حتى اكيد هيبقى فيه اختلافات. حضرتك في الكوره مش بتقول انا شايف ان رمضان صبحي احسن واحد، حضرتك شايف ان مروان محسن مش عارف مين شايف زي البساط ما بيكذبش. الملعب ما بيكذبش، وغير كده كمان انا من حقي خلاص كمدير فني او كاتحاد ان انا اغلط، ان انا اقول لا انا شايف ان وجهه النظر دي تطبق، وبعدين اقول لا ما حققتش نتيجه. طيب ماشي، يبقى راي الجمهور كان صح، ممكن يكون كان صح الحقيقه خلاص، انما انا من حق انا الجمعيه العموميه اختارتني عشان ادير اللعبه، اخترت هذا المدرب، قد تكون انت شايف ان في مدرب تاني احسن بس انا شايف ان ده احسن واحد تمام. اشتغل حقق نتيجه الناس تقول عليا عظيم، ما حققش نتيجه الناس تقول عليا غلط. خلاص المره اللي جايه ما يختارونيش لو انا كل اختياراتي تبقى خاطئه. مظبوط. تمام، انما لازم الحساب يكون واضح. وده على فكره اللي الدكتور اشرف صبحي بيحاول يعمله دلوقتي خلاص، هو بعت لنا برده جواب اللجنه الاولمبيه، عايزين نحط معايير واضحه. يعني احنا دلوقتي برده الدنيا ماشيه حلو، العنوان اصل معايير واضحه طبعا عشان تبقى الدنيا معايير واضحه. ليه؟ هقول لحضرتك حتى الدعم اللي بيجي للاتحادات جاي انا شايفه جاي بدون معايير واضحه. انا باخد 637 الف جنيه كل 6 شهور، وسعادتك بتاخد 842. طب ليه انت 842 وانا 600؟ والله الله على هي مشيت في السنين كده وصلت لكده. ايه بالظبط؟ ما تمشيش كده الحقيقه. هي المفروض تبقى واضحه، انا عندي كام لاعب، ايه المطلوب، لعبتي بتتكلف قد ايه، ايه اللي هحققه خلاص. يعني انجلترا عامله سيستم جميل جدا خلاص، ووصل دلوقتي لتاني اولمبياد. الاتحاد بيحاسب بمعنى ايه حضرتك؟ انت حققت النتائج، خدت القيمه اللي احنا قلنا عليها، ما حققتش النتائج السنه دي ما خدتش. ارجع بقى تاني اوصل ليه الليميت ثم. بس الموضوع مش بس تحقيق ميداليات، الموضوع الحقيقه مش بس تحقيق ميداليات. لو الموضوع بس تحقيق ميداليات طب ما في العاب الريشه الطايره. الريشه الطايره طموحه انه يكسب افريقيا، ما هو لازم يكسب افريقيا الاول وبعدين طبعًا. يعمل طموح اعلى شويه طبعًا. وبعدين اعلى شويه واعلى شويه. انما اجي اقول دلوقتي انت مش هتكسب الاولمبياد، طب ما مستحيل يكسب الاولمبياد دلوقتي، طب ما احنا عندنا العاب كتير مفيش، ما تقدرش. الموضوع بياخد وقت، انما طول ما انا بتقدم المفروض ان الدوله تساندني واللجنه الاولمبيه تساندني والوزاره كل الناس تساند. لو انا بقى ما بتقدمش خلاص، انا هدي حضرتك مثال تاني تمام. بنيجي بعد كل اولمبيات في تقييم؟ لا 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 مش في تقييم. ساعات نتشتم خلاص ويتقال ايه ده الاتحاد البارالمبي افضل منك. اقول له بأمارة ايه الاتحاد البارالمبي؟ البارالمبي بيجيب ميداليات طبعا، بيجيب ميداليات وفي ابطال لو حاجه كويسه فوق. لكن انما لما اجي اقيم حد ذاتها مش مظبوط. انما لما اجي اقيم اولا هي طبعا مقارنه مش عادية. انما نيجي نبص نقول والله اللجنه الاولمبيه احنا حققنا الاولمبيات اللي فاتت ميداليتين واللي قبليها واحده ودلوقتي حققنا ثلاثه، يبقى في تصاعد. البارالمبي مثلا يعني او اي حاجه ثانيه
حققت 20 وبعدين دلوقتي حققت 10 وبعدين هتحقق 5 يبقى فيه داون هيل زي الكاراتيه مثلا. تمام. الكاراتيه احنا ابطال العالم، معروف ان احنا ابطال العالم. انه لو حضرتك بصيت على مؤشر بطولات العالم دلوقتي النتائج شكلها ايه، هتلاقي ان لازم ده ناقوس خطر، الميزات بتقل، المصارعه نفس الشيء، مصارعه احنا ابطال جميل. انما الميداليات في بطولات العالم بنخرج منين دلوقتي؟ بنخرج من دور ال 16. خلاص مؤشرات خطيره، فدي مؤشر، ده مؤشر كل الاتحاد لازم يشتغل عليها عشان يشوف هو نازل ليه ويطلع تاني. في لعيبه بقى ما بتاخدش حاجه، انما انا بعلى دلوقتي نتائجي اكتر، الرانك بيعلى بتاع اللعيبه، ده مؤشر ده لازم ازقه. اللعيبه قد ايه؟ لو لقيت ان في اتحاد عدد الممارسين فيه بيقل، ده مؤشر فظيع الحقيقه. خلاص، لان من اولويات الاتحاد انك انت بتنشد لعبه، انت بتزود يعني بعيدا عن القاعده التنافسي، اللي هي تنمية قاعدة الممارسة بما فيها تنمية القاعدة عشان يبقى عندي قاعدة تنافسية. طبعا كل ما هتكبر القاعدة بالظبط، كل ما هتقدر تديك أبطال أكتر الحقيقة. يعني وزارة الشباب والرياضة كان ليها طفرة في حتة ملاعب خماسي وكرة القدم طبعا، لكن بقية الألعاب يعني هل من الممكن إن في أماكن معينة ومحافظات معينة يبقى في برضه البساط؟ أصل صالة مش هتاخد مساحة كبيرة جدا، يبقى في بعض الألعاب الفردية، هل ده ممكن نشوفه الفترة طبعا الحين؟ طبعا، وعلى فكرة ده الدور الأكبر فيه لوزارة الشباب والرياضة. وزاره الشباب والرياضه طبعا الملاعب. طبعا، وبالعكس وبتطلب منا الدعم الفني وما بتاخرش عليها. لما يعملوا مشروع يبقى فيه ترابيزات بينج بونج في كل مراكز الشباب وفي المساحات الفاضيه وفي الجناين والكلام ده كله، دي حاجه جميله، حاجه هايله، حاجه يعني هتسعدنا جميعا الحقيقه. خلاص احنا منوطين برياضه البطوله، اللجنه الاولمبيه منوطه برياضه البطوله، دورة الألعاب الأولمبية هنعمل إيه؟ دورة الألعاب الإفريقية هنعمل إيه؟ دورة الألعاب الإفريقية للشباب إحنا جبنا الضعف عدد الميداليات اللي جبناها في الدورة اللي قبليها اللي كسبناها وطلعنا الأول. ده رقم مش هيتحقق تاني، على فكرة مش هيتحقق تاني. هتيجي تقول لنا الدورة اللي بعديها ما جبتوش ليه؟ هقول لك أسباب، إنما مستحيل تتحقق تاني. إن مصر تجيب 200 ميدالية قد كل الدول التانية مجمعة على بعضيها، ده زي أمريكا كده في الأولمبيات. خلاص زمان كانت بتحقق نسبه ميداليات عاليه جدا، فاحنا في افريقيا احنا نفس كده. الوقت مع حضرتك بيخلص سريعا، لكن اخيرا لو في معلومه او اخبار عن اتحاد الخماسي ما اتكلمناش عليه بشكل كبير. اتحاد الخماسي الحديث ماشي بشكل جيد جدا، لا يوجد فيه اي خلافات على الاطلاق، وعلى فكره الاستقرار ده حاجه مهمه جدا 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 لاي لعبه للتقدم. الاتحاد الخماسي الحديث حاليا منتخبه الكبير في بطوله العالم في المكسيك، مكون من اسلام حامد واحمد اشرف وشريف ياسر. مصر هي حامل اللقب السنه اللي فاتت في بطوله العالم 2017، وحامل لقب الفرق كمان في موسكو 2016 قبل الاولمبياد باربع اشهر. ده بالنسبه للخماسي، فنتمنى لهم التوفيق في المكسيك. الفريق طالع من ايطاليا من معسكر مرتفعات في ايطاليا 2100 متر فوق سطح البحر، لان المكسيك مرتفعات، المكسيك اوريدي 2000 متر او اكثر فوق سطح البحر، فاحنا ماشيين بطريقه علميه ممنهجه، نتمنى لهم التوفيق. انما في الاخر برضه رياضه، لو ما كسبناش ده وضع طبيعي، ما فيهوش مشكله، احنا اخذنا اول سنتين ورا بعض، لو المره دي بس نتمنى احنا نوصل للميداليات ان شاء الله. اما منتخب الشباب بتاعنا وده اللي احنا ماشيين فيه قوي جدا، احنا لاول مره في تاريخ رياضه الخماسي الحديث بطوله العالم للشباب تحت 18 سنه المؤهله للاولمبياد، مصر تاخد اول ثاني ثالث، يعني البوديوم كله الدولة المنظمة البرتغال ما كانتش مصدقة، والاتحاد الدولي مش عارف يعمل ايه، مش عارف يجيب ثلاث اعلام لمصر، عنده عالم لكل دولة، انما يجيب ثلاث اعلام عشان يحطون عشان اول ثاني ثالث مصر، دي عمرها ما حصلت. وفي الاخر الاولمبياد بيلعبها واحد فقط لا غير، احمد اسامة الجندي، هو ممثل مصر الاولمبياد القادمة اولمبياد الارجنتين، هو المصنف الاول عالميا. تمام، وفاجئنا من شهرين كمان لعبنا بيه او ادينا له فرصة لعب في بطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة الاكبر منه ثلاث سنين، واحرز الذهبية برضه. فان شاء الله ربنا يكرمه في الاولمبيات القادمه ويجيب الذهب باذن الله لمصر. اما في البنات فهيمثلنا سلمى ايمن عبد المقصود، سلمى احرزت المركز الرابع في بطوله العالم، انما ان شاء الله احنا اجتهدنا واشتغلنا عشان نوصل في الميداليات ان شاء الله في الارجنتين، نتمنى ميداليتين لمصر باذن الله، وده هتبقى اول مره الخماسي الحديث يحقق ميداليه لو تحققت ان شاء الله في الارجنتين. مجهود كبير وبالتوفيق المهندس شريف العريان، بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده. شكرا 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 يا باشمهندس. شكرا. كانت فكرة مهمة جدا واتكلمنا فيها بشكل كبير جدا، وشفنا الاستعداد، شفنا حالة اللغط اللي موجودة، وشرح لنا المهندس شريف العريان واتكلم وقال ان الفترة الجاية برضه هتبقى في تعديلات، والراجل وضح بشكل كبير جدا ان مفيش حقوق انتقصت من وزارة الشباب والرياضة
او ان المهندس خالد عبد العزيز ادى المهام بتاعت الوزاره زي ما بتردد للجنه الاولمبيه، او ان الدكتور اشرف صبحي عايز يرجع المهام دي تاني. فدي امور كلها فقط للاحاديث ومل الفراغ، لكن على ارض الواقع الدنيا ماشيه بشكل كويس. اكيد لسه عندنا فقرات في الاهلي الليله، واكيد لسه عندنا فقرات، ولكن الفقره الجايه هي فقره مهمه جدا، قانون او لائحه او مشروع لائحه النادي الاهلي. كل يوم في فقره مهمه جدا مع الاعلامي الخطير الاستاذ شريف فؤاد، هيكون في فقرتين. نبدا الفقره الاولى بعد الفاصل مع معالي المستشار جمال الحاوي واللواء جمال مرسي، اما الفقره الثانيه هتكون مع الاستاذ جوهر نبيل او كابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. تابعونا ان شاء الله بعد الفاصل والاستاذ شريف فؤاد. إذن الزخم مستمر والنقاش حول دستور الأهلي ومشروع لائحة النظام الأساسي المزمع التصويت عليها في 28 سبتمبر مستمر. أعضاء الأهلي يقررون مستقبله. أعضاء الأهلي الحقيقة بيقدموا النموذج والمثل الذي يحتذى في مثل هذه الظروف في النقاش وتقديم المقترحات المختلفة حول مشروع اللائحة التي عدتها لجنة قانونية برئاسة المستشار محمود فهمي وعدد كبير من القامات القانونية، وقدمت لأعضاء النادي الأهلي وجمعيته العمومية لقراءتها والتعليق عليها وتقديم الملاحظات، تقديم المقترحات، التعديلات. الرائع أنه ما زالت اللجنة المركزية لإعداد اللائحة مجتمعة في اجتماعات مستمرة، الآن مجتمعة، مجلس الإدارة أيضا في حد دائم يتابع، يناقش، يحلل، يستجيب للمقترحات متى أو طالما وتوافقت مع الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة الجديد. طيب، عندنا في النادي الأهلي بيتميز الحقيقة بأنه رموزه وأعضاؤه هم نخبة من نجوم وقادة الفكر والرأي في هذا المجتمع، وكانوا حريصين على قراءة اللائحة وتقديم الرأي والمشورة والمقترحات بشأنها. امبارح كان معنا اثنين أفاضل من لجنة الرواد، النهارده معنا حقيقة اثنين من السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ثم سيكون هناك لقاء مع الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، نتحدث، نناقش عن اللائحة والرؤى حولها. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام، سيد المستشار جمال الحاوي، اهلا وسهلا، برحب بحضرتك يا فندم، منور الدنيا. سيد اللواء جمال مرسي، اهلا وسهلا سيد اللواء، برحب بحضرتك وبشكرك على تلبيه الدعوه، جايين لنا الحقيقه من مشوار طويل، لكن هكذا هم ابناء النادي الاهلي. سيد المستشار، لقيت وقت تقرا اللائحه كلها يا فندم؟ فعلا انا لميت بيها كلها ان شاء الله. عظيم. وطبعا هي مشروع لائحه مش لائحه. طبعا. وطبعا النادي الاهلي بيفاجئنا دايما بان هو مثل يحتذى به في جميع الأوساط الرياضية. الطريقة اللي تقدمت بها المشروع والطريقة اللي اطرحت بها اللائحة للجمعية العمومية للنقاش طريقة محترمة جدا جدا جدا، وتدل على حاجة بسيطة جدا، إن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بيحترموا الجمعية العمومية وبيحترموا أعضاء الجمعية العمومية، بدليل إن هم عاوزين يسمعوا رأيهم. وبعدين عملوا حاجة جميلة قوي، كان ممكن يجمعوا الجمعية العمومية في صالة مغطاة بميكروفونات وإيه رأيكم في المادة دي وفي المادة دي، لا ما عملوش كده، فاجئونا ببارتيشن صغير كده في كل فرع من فروع النادي الأهلي. البارتيشن ده بيديك اللائحة وبيستقبل منك أي اقتراحات على مواد اللائحة، وده شيء جميل جدا. معنى كده إن أنا بسمع وبقرا وبشارك الجمعية العمومية في وضع لائحة تمثل النظام الأساسي للنادي الأهلي، وده شيء محترم جدا، وأكيد كل الأوساط الرياضية وكل الأندية هتعمل نفس اللي عمله أعضاء مجلس النادي الأهلي، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وده شيء جميل جدا. كمان ست مستشار إنه الموجودين في هذه المقرات أو البارتيشن اللي حضرتك كلمت عنها شباب من ابناء النادي الاهلي. ايوه طبعا، اعضاء رياضيين واعضاء حاجه كده تفرح الولاد، الحقيقه بينزلوا من الساعه 9 الصبح حتى الواحده صباحا موجودين. تمام. يساعدوا الاعضاء. تمام. شوف الروح كمان الموجوده بين ابناء النادي الاهلي، ويعني المجلس الاداري بيبعت رساله بيقول يلا يا جمعيه عموميه واحنا ندير النادي الاهلي. صحيح. يعني دي رساله وصلت لنا كلنا، نديرها بطريقه محترمه بان احنا الراي والراي الاخر
لغايه ما نوصل لصيغه جميله جدا، صيغه تتوافق عليها كل الاطراف، وساعتها ده نشيد بيه النادي الاهلي هيكون وهيفضل وهيظل اعظم نادي في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا. هنتكلم عن بعض تفاصيل المواد اللي توقفناها سياده المستشار، لكن لما سياده اللواء جمال مرسي ايضا يقول لنا رايه في هذا المشروع اجمالا، المشروع اللائحه اجمالا. بصراحه طبعا زي ما قال المستشار جمال، بالنسبه لمشروع اللائحه، احنا قبل ما نتكلم عن مشروع اللائحه وقبل ما نتطرق لبعض الاشكاليات اللي في بنود اللائحه، انا مع المستشار جمال في اللي قاله، فعلا النادي الاهلي اثبت ان هو نادي الكون، فعلا اثبت ان هو النادي العريق، فعلا اثبت ان هو النادي اللي بيحترم ابنائه، بيحترم ابناء الجمعيه العموميه، بيشركهم، عامل حاله من الحراك المجتمعي داخل جانبات النادي كله، فرع مدينه نصر، فرع الشيخ زايد، فرع الرئيسي بتاع الجزيره. بصراحه يعني الواحد ما شافش الكلام ده قبل كده، حاجه جميله جدا فعلا اللي اتعملت ديت. ابداء الراي بسهوله جامده جدا، الامور ميسره جدا لكل عضو من اعضاء الجمعيه العموميه ان ياخد نسخه من اللائحه، ابدي ما انت عايز تبديه من ملاحظات او من اشكاليات في البتاع، بتقبل، عاملين كذا موقع لاستقبال هذه الاشكاليات والمقترحات، اذا كان بالايميلات او اذا كان في صندوق الاقتراحات، صندوق الاقتراحات او باي وسائل من وسائل وسائل القراءه والمسموعه، يعني كل بصراحه حاجه اتاحه ادتنا احنا نوع من انواع الفخر، الناس كلها بتتفرج على نموذج مشرف في ازاي نادي بيحترم جامعات عمومية، الى جانب بيحترم مشجعيه وبيحترم اول نادي الاهلي، مش نادي صغير، نادي الاهلي ده اكبر نادي في الكون، احنا بنقول كده ودي حقيقه، اكبر نادي في الشرق الاوسط، اكبر نادي حصل على بطولات في افريقيا، اكبر نادي عربي، فلازم يكون ليه لائحه تليق بكيان هذا النادي العريق، لازم يكون ليه لائحه تليق بابنائه. معظم رموز النادي الاهلي شاركوا في هذه اللائحه، شاركوا فيها مشاركه فعاله من فنانين ومن صحفيين ومن رجال اعلام ومن ابناء الجمعيه العموميه وعلى كافه المستويات، شباب، رجال، نساء، كبار في السن، صغار في السن، بصراحه حاجه فوق الوصف. يسعدك الحقيقه لما تشوف يعني، واحنا سعداء بهذا اللقاء جدا يعني، ربنا يخليك سياده اللواء جمال. النهارده زي ما حضرتك قلت انه كان في ورشه عمل لمجموعه من اعضاء النادي الاهلي من كبار الكتاب والفنانين، ادارها الكبير الاستاذ نبيل حلفاء والدكتور محمد العدل والاستاذ فاروق الفيشاوي والاستاذ جمال بخيت والنجم كريم فهمي والاستاذ صبري فؤاد، حاجه جميله بصراحه يعني. حاجه الحقيقه مجموعه محترمه جدا، مع مجموعه من الساده اعضاء مجلس الاداره، وقدموا مقترحاتهم، والمقترحات كلها مقترحات قيمه رفعت للجنه لدراستها، لجنه الرواد مجتمعه. من يومين اللجنه الاقتصاديه العظيمه برئاسه الدكتور فاروق العقده، وايضا اللجنه القانونيه برئاسه المستشار محمود فهمي، كل حريص على المناقشه وعلى التعديل. الكره الان في ملعب اعضاء الجمعيه العموميه، ان صح التعبير. سيادتك كنا بنتكلم في حاجه مهمه قبل لو تاذن لسياده المستشار. كان يعني النادي الاهلي الحقيقه الكابتن محمود خطيب بعد زي ما قلنا امبارح هنا لكل الساده اعضاء مجلس الاداره السابقين والساده رؤساء النادي السابقين زي المهندس محمود طاهر والكابتن حسن حمدي طبعا، خطاب بمشروع اللائحه وبيطلب ان هو يدلي بداله في هذا الامر، والعدد كبير من الرموز. فجينا الحقيقه الاستاذ محمد سيف، الناقد الرياضي الكبير اللي كلنا الحقيقه بنحبه وبنقدره وبنحترمه، اكيد طبعا، وميول حتى الاستاذ محمد يعني معروف، لا ميوله قد لا تكون للنادي الاهلي او أيوه. يعني هو ربما يكون فبيقول تحت عنوان المقال الشهير دايما، العنوان اللي هو لحظه من فضلك، هو الاهلي بيعمل كده ليه؟ بيتساءل الأستاذ محمد سيف، بيقول على مكتبي وجدت ظرفا يحمل اسمي، فتحته وجدت به كتيبا أنيقا عنوانه مشروع لائحة النظام الأساسي النادي الأهلي نسخة للمناقشة، نسخة للمناقشة. تمام. بيقول ومع هذا الكتيب خطابا موقعا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وبين سطوره يسعى مجلس الإدارة جاهدا لمشاركة كل أطياف المجتمع ورموز النادي في صنع لائحة مميزة تليق باسم النادي الأهلي، أتطلع لمشاركتكم البناءة من خلال الأفكار والمقترحات التي ترونها. تمام. بيقول إن مثل هذا الظرف بالتأكيد وصل إلى كبار الصحفيين والإعلاميين، حتى من هم ليسوا أعضاء عاملين بالنادي الأهلي مثل حالاتي، والراجل مش عضو. تمام ماشي. لكن بيقول إيه؟ لا دهشة ولا عجب ولا غرابة، لأنه شئنا أم أبينا، لأنه شئنا أم أبينا اختلف هوانا وانتماءنا، شئنا أم أبينا اختلف هوانا وانتماءنا فهو النادي. صح. بجد مقال يعني لا ده عامله بوست على صفحته على الفيسبوك،
الحقيقه الاستاذ محمد سيف يعني المحترم اللي احنا بنشكره على ان هو يعني بيقول الحقيقه يعني. فهو راجل موضوعي. ايه من المواد او بعض بنود المواد اللي حضرتك توقفت امامها او اقترحت اي امور بشانها؟ في الحقيقه شبيه ان في بعض المواد اللي تشملها المشروع اللائحه دي عاوزه ضبط ودقه. يعني مثلا في بند بيتكلم عن مكان الجمعية العمومية، بيقول يا إما في المركز الرئيسي أو في مكان آخر داخل جمهورية داخل المحافظة. يعني إيه مكان آخر؟ معلش يعني أنا يعني حدد لي النادي الأهلي. هذه نقطة مهمة. النادي الأهلي عنده 3 فروع بسم الله ما شاء الله وشغالين، وفي فرع هيفتتح قريب. يعني احنا مستنيين نعمل الجمعية العمومية في كافيه او في ارض فاضيه مثلا، او ما هو معنى مكان اخر ممكن. معلش انا ببص لقدام، ممكن يترشح رئيس مجلس اداره عنده مصنع عنده ارض يقول لك انا هعمل جمعية. ايوه ما هو انت ماشي تبع اللائحه. لا يعني حضرتك شايف انه يكون في احد مقر النادي الاهلي. بالظبط كده، في مقر الرئيس او احد الافرع او احد فروع يعني. واظن احنا عندنا الفروع، احنا بنتعامل يعني عموما مع الفروع كانها مقر يعني. بالضبط. هو بالنسبه للبند ده بالذات يعني هو فعلا حته ان يتعمل في مكان. بعت بيه مقترح. بعت بيه كويس. هايل. ايه تاني ساعه المستشار؟ اقول لساعتك وهو الحقيقه ملاحظه جديره بالتوقف امامها يعني. بس الالفاظ يا هو ربما واضع الساده يعني القامات الكبيره اللي وضعت اللائحه مستقبلا بينظروا الى فكره الزحام. حضرتك عارف انه حضر الجمعيه العموميه الاخيره حوالي ما يقرب من 40,000 عضو من اعضاء النادي الاهلي. فبعد 10 سنين ربما ال 40 دول يبقوا 80,000 من الصعوبه بمكان انه تستقبلهم في النادي الاهلي في الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد. ربما دي وجهه النظر، اكيد هي وجهه بس نظر حسنه. بس انا ببص يعني ليه وجهه نظر الشيخ حسنه يعني. ان انا احب التحديد يعني. انا ك ك ك كنادي اهلي عريق، مؤسسه رياضيه عريقه، حدد لي المكان بس ما تقوليش في اي مكان. ما ينفعش مع النادي الاهلي. هو بالنسبه ممكن بالنسبه للجزئيه دي يعني. اتفضل يا سعاده الدكتور. هو كان في الاصل ان الجمعيه العموميه بتجتمع في مكان مقر اللي هو المؤسس فيه النادي الاصلي اللي هو الجزيره. دلوقتي زي ما قلت حضرتك انت، بالنسبه لاتساع عدد الاعضاء النادي الاهلي، وان انا عشان اعمل جمعيه عموميه ممكن عايزين يحضروا زي ما قلت 40,000 30,000، طبعا هناك المكان استحاله. فكان بالنسبه للوضع القائم ان ما بيقدرش يعمل يعقد جمعيه عموميه خارج بس مدينه نصر تقدر تشيل اي عدد. بتكلم على كده يعني 3 ملاعب قطاع الناشئين جنب بعض ومتصلين وداخل داخل سور بالظبط يعني. المقترح ان احنا بنقول ان الجمعيه هتطرى اي مكان تعمل فيه الاجتماع. طب ما كان بالاولى او بالاحرى في بدايه الامر تقول تخش الاول على فرع مدينه نصر، لان فرع مدينه نصر يعتبر فرع اصيل دلوقتي يعني. احنا عايزين وكان الفرع دي فيها تحتها كذا خط يعني. هو المقصود بنقول الاهلي في مدينه نصر او الاهلي في الشيخ هو يعني يعني مقر مدينه نصر. صحيح. ده المفروض يعني المسمى اللي هو يعني ينتقى بالنسبه لاعضاء مدينه نصر، لان يعني اكبر عدد بالنسبه لاعضاء مجلس الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي هم اعضاء مدينه نصر. دي حقيقه. اللي بيرتادوا مدينه نصر. اللي بيرتادوا العدد ده ممكن يخف شويه على فكره سياده اللواء مع ارتفاع التجمع. ايوه لانه طبعا كتير من سكان التجمع وحتى من سكان مدينه نصر في الاطراف هيكون لهم اقرب فرع التجمع. بس هو نظرا للكثافه السكانيه فهي دي ملحوظه يعني الى حد ما جديره بانها يعني تتناقش. في ماده 126 مثلا تقول لك تحدد حقوق وواجبات الاعضاء وفق ما يقرره مجلس الاداره. معلش يعني ازاي مجلس الاداره المتعاقبة، مجالس إدارة بتيجي متعاقبة إزاي هي اللي بتحدد لي واجباتي وحقوقي؟ أكيد الواجبات والحقوق بتضمها اللائحة مش مجلس الإدارة يعني. دي في اللفظ مش مستساغة. خلي بال حضرتك، أنت عارف أنه هذا المشروع سيادة المستشار قدم للأعضاء أو طرح دون تصحيح لغوي ودون إعادة صياغة ودون ضبط وتدقيق، بحيث ماشي. وكانت وجهة نظر المجلس أنه نعطي فرصة للناس هذه المسودة في شكلها الأولي نعدل، وبعدين يكون بقى إيه لجنة الصياغة تشتغل وتضبط الأمور. فأيضا هذه من النقاط المهمة بالتأكيد. أول نقطة تانية مهمة أخرى، بيقول لك يعني المادة 110 يعني مش عارف بيقول
يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يضعها، فإذا خالف عضو أحكام هذا النظام الأساسي أو التعليمات واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة أو وقع منه ما يمس بنظام النادي أو حسن سمعة العضو سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه. غير تم تعديل هذه من الست مواد اللي تم إقرارهم في جلسة مجلس الإدارة اللي كانت الأسبوع الماضي، وبالأمس تم إقرار عدد آخر من المواد مجلس الإدارة وأزعناها وحطناها على المقرر، منهم إلغاء المجلس الانتخابي وكل ما يتعلق به لأن الناس اعترضت على هذا الكلام وموضوع التعيين اثنين أعضاء. في مادة 33 بقى يعني هي بتتكلم عن المجلس الانتخابي وطريقة التصويت. أنا بس طريقة التصويت بقى كل المواد المتعلقة بمادة المجلس الانتخابي اتلغت امبارح، وده نزولا على رغبه الساده اعضاء الجميع. انا ما عنديش فكره. ما هو مش حضرتك بعت المقترح؟ ما هو عشان كده شالوه برضو في مش حضرتك بس اللي قدمت هذا المقترح، برضو بعت مقرر دورس ولما في اجماع وتم اخذ الراي القانوني وحضرتك طبعا قناه قانونيه كبيره هو ده النادي الاهلي. هي بس الماده 12 يا شريف بيه، بس هو كان المفروض نبلغ حضرتك بجواب بقى انه تم الاخذ بالمقترح ده بتعديل بس ما عندهمش وقت الحقيقه يعني. الماده 12 بس عاوزه تترتب شويه. اتفضل. الماده 12 بخصوص ماده 12 اللي هي بخصوص شروط العضويه. لا ده انا عايز اقول لحضرتك بقى الشؤون العضويه دي فيها كلام كتير قوي. شروط العضويه اتغيرت تماما. الزياده ده بقى اللي كان نفسي فيه. ليه؟ الاستاذ ابراهيم الكفراوي هو رئيس لجنه الشؤون العضويه ومعاه الاستاذ طارق قنديل والاثنين عضوي مجلس اداره. تمام. التقوا اكتر من مره إدارة الاشتراكات. تمام. زملاء الموظفين في إدارة. تمام. وقال لهم قولوا لنا إيه كل المشكلات اللي بتجيلكم العملية علشان يجدوا لها حلول ناجعة وناجحة. تمام. تريح عضو النادي الأهلي وتحافظ على الأسرة والكلام اللي كان أثير عن المطلقة والأرملة والسواد والعضو التابع. وبالتالي الحقيقة أعادوا صياغة هذه المواد بشكل أكتر من رائع. أنا في اعتقادي ليس له مثيل في أي لائحة لأي نادي أو في أي مشروع لائحة. وإن شاء الله يا أستاذ إبراهيم الكفراوي هيكون معنا بكرة الساعة 9 ونص. إحنا بكرة نطلع متأخر شوية إن شاء الله. هيقول لنا بالتفصيل الصياغات الجديدة لهذه المواد. تمام. فعشان الناس كلها تكون وأيضا هذا نزولا على رغبة السادة الأعضاء والمقترحات الوسط. عارف حضرتك وصل كم مقترح سيادة المستشار؟ كام؟ ما يزيد عن 1000 مشاركة من أعضاء النادي. يعني حاجة الحقيقة رائعة. نشكر مجلس الإدارة بصراحة. احنا عاوزين نشكر والله العظيم كابتن محمود الخطيب. ده حقكم ده حقكم. ومجلس الإدارة سعيد الحقيقة بحالة التفاعل طبعا وبحالة المشاركة وبحالة طبعا الحوار والحراك اللي دايرة في النادي يعني. طبعا. اتفضل سيادة اللواء جمال. هنستقرأ كده من أول المواد. هنخش في المادة 9 وأنا أعتقد إن حصل فيها تعديل تقريبا اللي هي خاصة بتفسير أحكام النظام الأساسي وإجراءات تعديله. عظيم. حصل تعديل امبارح. انا ده اللي انا سمعته. انا ما قريتش بصراحه لان انا واخد الموضوع امبارح بس. هو طبعا كلمه لمجلس اداره النادي حق تفسير اي ماده ده هيبقى تفسير واسع. هيبقى تفسير واسع. لو حصل ان هذا التفسير ده اذا ممكن لما انا اجي مثلا اقول عضو الفرع بعد 5 سنين يجي مجلس تاني او 10 سنين يجي مجلس تاني يخلي عضو الفرع ده يفسره بطريقته. يبقى ملوش حق في حاجات معينه طالما هو حق مجلس الاداره يعني. بالزبط. دي من ضمن الحاجات. فاذا حته تفسير اي ماده انا اعتقد ان لازم تشال. يعني حصل تعديل والتعديل الحقيقه كان معايا لان انا قريته امبارح في قناه الحاجه الثانيه حضرتك برضو. الفقره الثانيه من الماده ديت اللي هي بتقول التعديل. برضو بيقول بيجوز تعديل ماده او اكثر من مواد هذا النظام. طب ما انا لو اعد ماده وكلمه اكثر بالمفهوم الواسع ممكن اغير 3/4 اللائحه. فبرضه دي يعني كانت في الصياغه. هذه الماده تم تعديلها بالفعل عشان تكون مطابقه للقانون. ايوه. وقلصوا الحقيقه فكره ان التعديل يبقى سهل يعني 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 ادوا الحق لثلثي اعضاء مجلس الاداره انهم يقدموا مقترح او 5000 عضو على الاقل يتقدموا بمقترحات. تمام. والحقيقه انه التعديل وارد في اي وقت ساعه المستشار لان سنه الحياه. طبعا. وخصوصا اذا تم تغيير او تعديل في قانون الرياضه هو اللي على اساسه اتعملت هذه اللائحه. هو في اخرها بقى بيقول فاذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني. طبعا لو مشينا بالاجراءات بتاعتنا في التعديل يرفض التعديل على فكره. في التعديل اللي اتعمل قال لك خلاص لو ما اكتملش النصاب يرفض. مجلس الاداره او جمعيه عموميه. مجلس الاداره هو اللي عمل. فاذا هي تبقى الحق الاصيل لمين؟ لجمعيه عموميه فقط. ده حق اصيل لجمعيه عموميه. وده شيء الحقيقه خلينا نخلع القبعه زي ما بنقول احتراما للمجلس لانه كل نقطه خلافيه بيقيد فيها ايده بيغل ايده كمجلس اداره وبيعطي الحق لجمعيه عموميه لان هي السلطه المؤسسه فيها. تمام. ما فيش مصلحه ساعه المستشار
الحقيقه المجلس الاداره ولا حد في النادي لتمرير اللائحه بشكل يعني يكون مختلف ولا المصلحه العامه فقط هي التي تحكم. انا بقول لك هل الحراك اللي اتعمل المجتمعي داخل النادي هي اللي طلعت هذه الافرازات الجميله. صحيح. يعني في ناس كتير في النادي بتاعنا كله رموز وكل ناس يعني وحصل تعديل عظيم قامات. نتيجه هذا الحراك ونتيجه هذه المقترحات يا فندم لانه الخبرات دي افادت جدا اللجنه بهذه المقترحات اللي سيادتك تفضلت بيها. طبعًا يعني انا قلت مقترحين تم الاخذ بيهم طبعا ليا بقى وسياده اللواء جمال اتكلم في مقترحين تم الاخذ بيهم بالفعل. ليا برضو حاجه بالنسبه لموضوع انواع العضويه يعني هي حاجه كده سريعا. احنا مقسمين العضويه هنا تابع وموسمي ورياضي وفرعي وهكذا. باجي عند العضو الموسمي عايز انا افهمه كعضو جماعه عموميه ايه هو العضو الموسمي؟ ايه شروطه عشان اخليه عضو موسمي؟ في ناس يعني انا واحد من الناس ناس سالتني واحد مثلا متزوج وعند يعني دخلنا في حته ثانيه بس برضو ده عشان اشرح لك عضو موسمي. واحد متزوج وعنده ابناء من زوجه اخرى. الزوجه الاخرى مش على ذمته سواء مطلقه او يعني سايب او في بلد تانية عنده ابناء. الست دي جت الابناء دول لهم شهادات ميلاد. الست دي ما معاش ما يثبت ان هو مطلقها عايزه تخش مع اولادها هنعمل لها عضويه موسميه؟ طب لو عملنا عضويه موسميه مشكلتها ايه؟ عضويه موسميه مشكلتها ان انا بديله ثلاث مرات في خلال فتره العمر بتاعته كله. فما ينفعش ما اديلوش ثلاث مرات يعني كل مره ست شهور لثلاث مرات من ثلاثة. طب هم لو ابنائها قصر ولد طفل عنده بنت عندها 10 سنين وبنت ثانية عندها 9 سنين يشترك له معلش ما انا بس بتكلم على يعني عندها 10 سنين و9 سنين يشترك لها زي يشترك لها ازاي؟ هو في هي مش موجودة مش هيقدر يضمها مثلا مش هيقدر هو ما كانش عاوز يضمها الاب اللي فهي الست عايزة تخش مع ابنائها لانها هم في حضانتها فلازم نوجد لهذه الجزئيه. هي يعني نعم ممكن تكون جزئيه واحده ولا اثنين ولا 10 لكن احنا حريصين على كل 15 سنه مع الام حريصين على ان حتى يصل اصغر الابناء الى سن ده من ضمن الحرص اللي هو بتاع الجمال. طب حضرتك كتبت المقترح ده ست اللواء جمال؟ انا بصراحه بقول لحضرتك كان لسه امبارح بالليل بس طب عظيم هستاذن حضرتك اذا ما بعتش هذه المقترحات فان شاء الله يوم الجمعه الساعه 7 في لقاء لعيله الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب واللجنه المركزيه والقانونيين مع كل الاعضاء في الجزيره يوم الخميس يوم الجمعه في مدينه نصر ايهما اقرب لحضرتك بقى؟ الخميس في نفس التوقيت في مدينه نصر يعني ثم الخميس في الجزيره الجمعه في مدينه نصر السبت في الشيخ زايد علشان كمان اللي ما كانش عنده فرصه يبعت مقترح او يضعه في صندوق او يبعته بالايميل يكون عنده فرصه للمناقشه واجراء حوار ثري مع باقي الماده 11 حضرتك اللي هي برضه خاصه بالنوع العضويه بنقول انا في البند 5 عضو الفرع تمام قال هو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معامله العضو العامل في حدود نطاق الفرع المشترك فيه مفهوم واسع انا عارف ان انا عضو مدينه نصر انا عضو عامل تمام مدينه نصر ما بيسريش عليه مفهوم الفرع ما انا عارف ما انا هو جزيره واحد ما انا بتكلم حضرتك ليه كل اعضاء اللي بيرتادوا مدينه نصر اعضاء جمعيه عموميه تمام انا عشان كده هو الحديث هنا عن بعض اعضاء الشيخ زايد اللي ما رفعوش للعضويه كامله موضوع تاني وقال لك انا عايز بس الشيخ زايد انا بس حضرتك انا بقول بمبلغ اقل انا ليه بقول هو في التجمع الخامس اللي هيفتح انا بقول للبند دوت عشان البند دوت هو اللي انا كنت بتكلم فيه في حته التفسير معايا لان التفسير لما اجي انا افسر الماده 9 من ايه المجلس الاداره حق تفسير اي ماده فممكن تفسر على هوا مجلس يجي كتير غير المجلس بتاعنا احنا طبعا كل المجالس كلها مجالس محترمه السابقه والحاليه والقادمه باذن الله, شاء الله. كلها مجالس محترمه النادي الاهلي نادي محترم ونادي عظيم نادي كبير لكن انا بتكلم دي برضو حته في الصياغه حضرتك يعني ممكن تكون معلش احنا بنتكلم عشان نقدر ايه احنا يعني هو ده بقى الحراك المجتمع الاصيل يعني بس انت طمنتني يا شبين احنا كل حاجه اتعدلت يعني. اصل انا امبارح قاري التعديلات دي يا فندم بعد ما مجلس الاداره ما اقرها يعني لو معايا هدي لك نسخه منها يا ريتني كنت جبتها وموجوده اعتقد على الموقع الرسمي للنادي الاهلي نيجي تشوف اولا تم توقيع تعديل ست بنود السنه المواد الاسبوع اللي فات وبالامس تم تعديل عدد اخر وفي خلال ايام سيتم تعديل عدد قدامنا لغايه 9 9 الحقيقه المجلس هيعدل اي بند تم الـ بما يتلائم طبعا عليه وبما يتفق مع القانون الماده 12 بقى حضرتك اللي هي فيها لغط كتير فيها لغط كتير فيها اشكاليات كتيره انا عارف ان تقريبا اعتقد ان دي جه فيها يعني اراء كتيره صحيح ويمكن يعني انا مؤمن بحته ان المطلقه او الارمله انها ما تدفعش طالما يسرع عليها القانون مش معقوله واحده مطلقه يعني ما ذنبهاش انها طلقت بعد 5 سنين انها تدفع 50% من قيمه الايه؟
الاشتراك اللي هو عشان تصبح هي عضو عامل. عضو عامل. ونفس القصه الارمله، ان الارمله المفروض ان انا اساعدها مش اقول لها ادفعي النص ده موضوع، لكن انا مع المجلس ومع اللائحه او مع الـ 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 النسخه في حته ان لو واحد اكتسب العضويه بعد الوفاه، يعني واحده ست مثلا مات جوزها اتجوزت واحد تاني فهتكسب جوزها الجديد العضويه لا يدفع يدفع بالزبط. والعكس صحيح بالنسبه للزوجه يعني الزوج بقى اذا كان برضه مراته ماتت احيانا كان بيحصل بعض التحايل في ربما في بعض الانديه فكره انه الزوج يتجوز جواز سوري او الزوجه تتجوز حتى بقى مش موجوده هنا فتكسب الزوج حضرتك. وكان في بعض الناس بياخدوا دي يعني تجاره نوع من التجاره يروح يتجوز عضو في نادي كبير تكسبه العضويه وبعدين يطلقها ويغرر بيها. بالعكس احنا نتمنى ان كل الانديه يعني تقف امام هذه الماده حتى لا تترك يعني بنات الناس في جزئيه في الماده دي مش موجوده بقى حضرتك الا وهي ايه؟ عايز اقول ايه بس اقول لك العضو اللي هو بيبقى تابع للزوجه يعني هو زوجته وهي العضو العامل وهو لما اتجوز هي خد هو العضويه بيصبح هو العضو الاساسي وتصبح هي العضو العامل التابع ليه. ازاي يعني انا واحده ست مش انا يعني في واحده ست موجوده مكتسبه العضويه هي عضو عامل تزوجت واحد من خارج النادي اصبح هو عضو في النادي بتطلع الكرنيهات بقى هو العضو الاساسي ده في اللائحه كانت في اللائحه القديمه في اللائحه الاستشاريه اللائحه دي عالجتها وانا بطمن حضرتك حتى البند اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بخصوص المطلقه وزوج عدلت واعتمدت وبكره الاستاذ ابراهيم الكفراوي هيشرح لنا بالتفصيل ان شاء الله يعني الان اعتقد حضرتك متفق معايا يا استاذ مستشار واستاذ لواء جمال انه الكره في ملعب السادة أعضاء جمال صراحة يعني أنا بختلف معك صحيح لأن أعضاء مجلس الجمال يعني مطلوب منهم بقى الإدارة يعني لا بجد يعني طرحوا كل اللايحة مشروع اللايحة لينا كلنا ما اختصوش هم بحاجة بصراحة لما يعني انا بقول ان الكره الان في ملعب الجمال العموميه ان هم بقى يبادروا بعد ما صلحوا وعدلوا وعدوا هم بنفسهم هذه اللائحه وان شاء الله يطمئنوا تماما بعد ما يتم التعديل ويمسكوا النسخه النهائيه في ايديهم ويثقوا انها دستور فعلا يليق بالنادي الاهلي مطالبين بقى بالزحف صوب الجزيره يوم 28 سبتمبر للتصويت جدا ماشيين بترتيب اللائحه الى حد ما انا بشكرك العفو يا شريف بيه وقتنا للاسف يعني في اتفضل اتفضل هو عندنا حضرتك في الماده 19 في استرداد العضويه احنا بنقول هنا يجوز لمجلس الاداره بعد مضي سنتين من تاريخ اسقاط العضويه اعاده العضويه الى الاعضاء الذين اسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراكات او التزامات ماليه. سيبنا من التزامات ماليه، التزامات ماليه ممكن يكون عضو فرع وما سددش صدمه ما سددش لكن انا لما اكون عضو اصيل عضو عامل اصلا وقعدت 3 سنين ما سددتش وانا خارج البلاد عشان الناس اتكلمت يعني ما عندوش حد يدفع له هنا خارج البلاد 3 سنين او 4 سنين وهو عنده في جواز سفره ما يفيد ان هو من خارج البلاد طب لما يرجع ليه انا اقعده سنتين تاني عشان ارجع له العضويه مجرد ما يتقدم ويثبت انه كان هناك حائل حاله دون او عدم سداده بدون عذر فده المفروض يعني دي حته مهمه جدا ده مقترح مهم لو ما كانش وصل الاستاذ ابراهيم الكفراوي للجنه ان شاء الله الماده تصح سياده لواء جمال مرسي وسعاده المستشار جمال حاوي انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا يعني هذه عينه وهذا نموذج من اعضاء الجمال العموميه اعضاء النادي الاهلي المحترمين اللي احنا بنفخر الحقيقه وبنعتز ان احنا بننتمي ليه ولهذه الجمعيه العموميه انا بشكرهم شكرا جزيلا عندنا لقاء ايضا عن لائحه مع عضو مجلس الاداره المحترم الكابتن جوهر نبيل ابقوا معنا بعد الفاصل مشروع لائحة النظام الأساسي هذا العنوان نلقى حضراتكم تقريبا الحقيقة في فقرة خاصة كل يوم من خلال برنامج الأهلي الليلة هذا اللقاء الحواري بعد ما استمتعنا مع عضوين من أعضاء مجلس من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي السيد لواء جمال حاوي واللواء جمال مرسي الآن نتحدث إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة بالأساس هو واحد من أساطير كرة اليد للنادي الأهلي ومنتخب مصر الجيل الذهبي الحقيقة وفي تقديري يعني انا مش لاعب يد لكن كنت بسعد لما بشوفه وافضل لاعب دايره ايضا في تاريخ كره اليد في مصر الحقيقه. هو قرر ان يستمر العطاء من الملاعب الى الاداره من خلال عضويته في مجلس الاداره في قائمه الكابتن محمود خطيب او مجلس الاداره اللي حاز ثقه الجمعيه العموميه بعد انتخابات محترمه اشاد بها الجميع
في العام الماضي. كابتن جوهر نبيل هو ضيفي في هذه الفقره، برحب بيك، اهلا وسهلا. شريف اهلا بيك. انا معجب جدا بالاداء بتاع حضرتك ومخارج الالفاظ والروح الحقيقه اللي طالعه من وش حضرتك، وده بيدي الحقيقه انطباع جيد جدا لاي رساله بتطلعها، رساله حتى لو هي سلبيه فبتطلع فيها ايجابيه الى حد كبير. ربنا يخليك. ولكن على محطه الاهلي وقناه النادي الاهلي دايما رسائلنا ايجابيه. ايجابيه ان شاء الله. انت اسعدتني والله الحقيقه يعني، واشكرك. عايز اكلمك عن الاول، عندنا بطوله مهمه، بطوله افريقيا الانديه، بطوله الدوري لكره اليد، بطوله مهمه في أبيجان. شهر 10 ان شاء الله في أبيجان، وجوهر نبيل هو رئيس البعثه. ان شاء الله. هتسافر امتى؟ امبارح من مجلس الاداره اللي انا كلفت، وزملائي كمان كلفوا ببعض السفريات، فانا ان شاء الله يوم انت رايح أبيجان. في ناس رايحه تنزانيا. بس لا، رايح مهند بقى، رايح لبنان. طب كويس. طيب يعني فربنا يوفق. البطوله إن شاء الله البطوله تقريبا في ماتشات اعداد، في ثلاث ماتشات في كازابلانكا في المغرب، وبعد كده نطلع ان شاء الله على أبيجان في شهر 10 باذن الله، اخر شهر 10 بالتوفيق ان شاء الله للفريق الاول لكره اليد، وترجعوا لنا ان شاء الله يعني مجبورين كده باذن الله وحاملين للقب باذن الله ان شاء الله. طيب قول لي، لما قررتوا تدفعوا مشروع اللائحه للاعضاء، هل ايه الفلسفه بتاعت مجلس الاداره في هذا التوقيت؟ هل كان في عندكم قناعه تامه فكره الاعضاء، ما كنتوش متخوفين وهي نازله بدون ضبط لغوي، بدون تصحيح، بدون يعني تدقيق، انها تعمل لكم مشاكل؟ سكوهر، في عنوان مهم جدا كنا نازلين بيه ايام الانتخابات، عائله النادي الاهلي. فالعنوان ده شامل جدا بكل العناصر والاسئله اللي اي حد يسالها، لان اللي بيحصل دلوقتي هو حاجات جديده بتحصل في النادي الاهلي، سواء على المستوى الانشائي، على المستوى الخدمي، على المستوى اللائحه الاساسيه ودستور النادي الاهلي. فالنهارده عشان نعمل دستور او نعمل قانون داخل قلعه النادي الاهلي، لازم يكون الفلسفه بشكل مختلف تتواكب والعصر اللي موجود والفكر اللي موجود وثقافه الناس. النهارده ما ينفعش تفرض على شخص او على عضو جمعيه عموميه للنادي الاهلي ان هو ده تعالى صوت على ده بس. يا سلام. فبالتالي انت النهارده في حراك بيحصل في مصر كلها، مش بس في النادي الاهلي. وبالتالي النادي الاهلي هو جزء من كل من مصر كلها. فالنادي الاهلي دايما ليه المبادره، ليه دايما في المقدمه. صحيح. في التطوير سواء على مستوى الرياضه، مستوى الاداره، حتى المستوى ان شاء الله الانشائي، وشايفين الانشاءات اللي بتحصل كمان على مستوى دستور النادي، دستور وقانون النادي الاهلي لازم يكون في اقتراب مختلف مع عضو جمعيه عموميه. عشان كده احنا قلنا احنا مش عاوزين نقرر حاجة لوحدنا، لا، احنا طرحنا الموضوع لأعضاء الجمعية العمومية كلها من خلال وسائل مختلفة، سواء قناة النادي الأهلي، سواء موقع النادي الأهلي، سواء الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، سواء من الإعلام، كتيبات موجودة في الفروع، والكتيبات موجودة، بعتنا كمان كتيبات لأعضاء الجمعية العمومية، الفروع الأندية نفسها موجودة يقدروا يشوفوا، وأي حاجة اعترضوا عليها يبعتوها. واعتقد الناس شافت الفتره اللي فاتت، بعض الناس كانت بتقول ايه، هم بس بيبعتوا كده اللائحه ولينا وهم يعملوا اللي هم عاوزينه. صحيح. مش كده؟ مش ده اللي احنا سمعناه اول كام يوم. ايه اللي حصل؟ الرؤيه اتغيرت تماما، ان 80 او 90% من حاجه اللي اتبعتت من اعضاء الجمعيه العموميه تم الاخذ بيها. تم الاخذ بيها. وعلى فكره احنا مش انبياء، مش رسل، ده منتج بشري في النهايه. احنا في الاخر ده منتج بشري، فاحنا بنقول ده راينا. والله لو في اي حد عضو من اعضاء جمعيه عموميه ليه راي اخر وشايفينه مناسب لمصلحه النادي الاهلي هيتم تغييره. وبيتغير طبعا، احنا مش بنغيره، في قانونيين بيروح لهم البند ويغيروه ويسيبوا. وده اللي اطفى مصداقيه وشفيه الحقيقه على مشروع هذه اللائحه، انه كتير من المقترحات اللي وصلت، اكثر من 1000 مقترح حد معلوماتي وصلوا بطرق مختلفه للائحه. والحقيقه انه اللجنه المركزيه لاعداد اللائحه برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ولجنه الاعداد والصياغه كمان برئاسه الاستاذ محمود فهمي، اشتغلت عليها واعادت تعديلها وصياغتها ورفعتها لمجلس الاداره ووافق على التعديل. يعني امبارح اعتقد وافقتوا على عدد اخر من التعديل البنود في المجلس كابتن. في المجلس امبارح وافقنا على عدد من البنود تم تعديلها، ومنتظرين كمان. احنا فاتحين الباب لغايه يوم 9 يوم 10 غالبا او يوم 11 على حسب كابتن محمود الخطيب ما ادعو، لان الجلسه لسه مستمره، مفتوح لغايه يوم 9. هيجي كل التعديلات او اللي طالبينه جمعيه عموميه، هنناقشه في اللجنه. الاول هتتناقش في اللجنه المركزيه، تطلع من اللجنه المركزيه لمجلس الاداره، مجلس الاداره هيناقش ويشوف ويقر التعديلات دي او لا يقرها. عظيم. ومعظم التعديلات ان لم يكن كلها طالما في مصلحه الاهلي وبتتفق مع الميثاق الاولمبي والقانون بتقره. بنقره. فادينا مساحه، وبعدين احنا ادينا الكلام ده من بدري،
يعني قعدنا حوالي اسبوعين ثلاثه الناس تقرا كويس وتشوف، مش اللي هو احنا بندي فتره اسبوع اقروا في كتاب قد كده وبعدين قولوا لنا، لا احنا بندي فتره كويسه جدا عشان الناس تاخد حقها في القرايه. المنطلق ده احنا منتظرين ان الناس تتفاعل مع الدستور النادي الاهلي. النادي الاهلي كيان كبير في مصر، صحيح، في الوطن العربي، في افريقيا، تاريخ كبير جدا. شفنا جمعية عمومية الحقيقة واحنا كنا بنلف، يمكن خلينا نرجع للانتخابات شوية، كنا بنلف في الأندية وكنا بنقول حاجة واحدة بس، يا جماعة احنا نادي الأهلي، نادي الأهلي عاوزين نبقى أكبر جمعية عمومية موجودة في مصر والدول العربية والأفريقية. وده حصل، انت في 10 ساعات تقريبا من 9 صباحا حتى 7 مساء ما يقرب من 40,000 عضو زحفوا إلى الجزيرة لاختيار مجلس إدارتهم. يعني بس كنا بنقول يبقى رسالة كانت إيه؟ مش تعالوا انتخبونا، انزل شارك، شارك، انتخب، اختار ده او ده، المهم تنزل تشارك. انت اللي بتقرر ناديك مين اللي هتولاه، ولازم يكون ليك صوت وصوت عالي بشكل كبير، ويكون في انجاز في صوتك، انجاز بعدد الحضور، وده اللي حصل. ونتوقع من عضو جمعيه عموميه في نادي الاهلي لما بنحط الدستور، الدستور ده على فكره مش هيمشي عليه المجلس الحالي، هو المجالس القادمه كلها هتبقى ماشيه عليه، والكلام ده اللي هيمشي عليه كمان اعضاء الجمعيه العموميه. فما ينفعش عضو الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي يمشي على قانون لسنين طويله استرشادي او هو ما شاركش في صنعه او في وضعه، دي طبعا ده او مفروض على النادي، مفروض على النادي الاهلي، وده ما تعودناش عليه، ولكن لا يعني اللي حصل حصل. احنا دلوقتي في وضع مختلف ومغير، احنا بايدينا نقدر نغير القانون الاستثنائي لقانون دائم ومطروح على العامه، عامه عائله النادي الاهلي كلها في الوسائل المختلفه. تعالى قرر، قول، ناقش الاول، غير لصالح النادي الاهلي يتغير، وتعالى بعد كده صوت. طب ايه الهدف يعني اذا كان في وسائل عده لحوار الاعضاء، للحراك المجتمعي، لوصول المقترحات عبر الوسائل المتعدده، سواء باليد، بصندوق الاقتراحات، بالايميل، بالمواقع التواصل الاجتماعي، فلسفه انه هتلتقوا الاعضاء في المقر الثلاثه، يعني في الجزيره يوم الخميس كابتن محمود خطيب ومجلس الاداره واللجنه المركزيه لاعداد اللائحه، والجمعه في مدينه نصر، والسبت في الشيخ زايد. ايه الهدف من لقاء كبير بهذا الشكل؟ خليني اقول لحضرتك، يعني اكلمك في الرياضه عشان ارجع بعد كده في الاداره. تمام. في الرياضه لما كان المدربين بالنسبه لنا يجي يشركونا في الخطه، تعالى ايه رايك انا هعمل خطه 3-2-1 بالشكل الفلاني، فلما تنزل احنا كلعيبه ننزل ننفذ الخطه في الملعب، فبتبقى بتدافع وتقاتل من اجل تحقيق النجاح لهذه الخطه. اختيارك، لان انا شاركت في صنع الخطه. اختيارك، وده كان اختياري مش اختيار المدرب او الكوتش بتاعي او مديري. فبالتالي هو ده اللي بيحصل، لان كابتن محمود الخطيب ومجلسه عارفين يعني ايه رياضه، وعارفين يعني ايه اداره رياضيه. وحتى لو اللائحه والقانون ودستور النادي الاهلي مش رياضه، ولكن الاقتراب منه هو رياضه، والتعامل معه بلغه رياضه. فاحنا النهارده بنشرك الفريق، بنشرك العيله زي ما بيقولوا عائله النادي الاهلي. فبنقعد في الثلاث فروع نشركهم في القرار بتاعنا، في الدستور بتاعنا، يعدلوا زي ما يناقشوا، يعترضوا، من حقهم. وفي الاخر مش الموضوع ديمقراطية الحوار وديكتاتورية القرار، بل بالعكس. لا، هو ديمقراطية الحوار وديمقراطية في القرار. عظيم. لأن عائلة النادي الأهلي كلها مشاركة فيه، فهو ده السبب الأساسي إن مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب قرر اللي هو يقعد في الثلاث فروع في ثلاث أيام ورا بعض، يوم 6 و7 و8، يمكن ده تم الإعلان عنه. وكان حريص إنه ده يبقى قبل 9-9 عشان يكون في فرصة أيضا لإنه يكون في مضمون أو فحوى هذه اللقاءات الأسرية، ربما تفرز مجموعة من المقترحات يتم تضمينها في التعديلات. احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل للعيلة كلها بتاعت النادي الأهلي من خلال الوسائل المختلفة، ولازم يكون على الأرض، مش هينفع بس من خلال السوشيال ميديا، من خلال الإعلام سواء المقروء أو المسموع أو المقري، لا كمان من خلال الأرض اللي هو فروع النادي الأهلي. فاحنا بندعو الناس كلها، أعضاء الجمعية العمومية، تكون موجودة في الثلاث أيام دول، واللي معترض ينزل قبل اللي مش معترض. صحيح. اللي عنده رأي وشايف إن المجلس ده بيعمل حاجة عشان حاجة معينة، لا تعال انزل غير لو أنت شايف كده. فهو احنا الموضوع مفتوح، ودي الميزة الحقيقة في المجلس ده، إن في ديمقراطية وفي صدر رحب وكمان في شفافية بشكل كبير. ايه المقترح خلال الايام المقبله، يعني بعد مجلس الاداره في حاله انعقاد مستمر،
ما تقر اللائحة هتصاغ بقى في شكلها النهائي كابتن جوهر ويعاد طرحها مرة أخرى للأعضاء لمراجعتها لقراءتها للتأكد من أنها اللائحة أو مشروع اللائحة اللي شاركوا في صنعه زي ما بنقول. هو 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 هيتم التعديل وهيتم تعديل البنود اللي بتيجي كلها وفقا لمصلحة النادي الأهلي وقانونيتها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين هيتم طبعا صياغة أعداد المسودة النهائية للدستور النادي الأهلي ثم هتعرض بعد كده على أعضاء الجمعية العمومية في يوم الجمعية العمومية الغير عادية. لا لا دي هتنشر كمان وقبل الانتخابات بأسبوعين أو بثمانية أيام طبقا للقانون عشان الناس تقراها براحتها. هتنشر قبليها وبعد كده أعضاء الجمعية العمومية هيكونوا على قراية بيها قبليها قبل الجمعية العمومية وييجوا يقروها أو يرفضوها. وإحنا نتمنى الناس كلها تحضر بشكل كبير وتناقش قبل الحضور جمعية عمومية غير عادية عشان لما يقولوا رأيهم يبقى قرار سليم. يبقى قرار سليم وفي الآخر الواحد لازم المناقشة مهمة وصحية جدا. يمكن كنا مفتقدين المناقشة ومناقشة السلبيات ومناقشة الإيجابيات. في الآخر أي حد بيتكلم هو بيبغى مصلحة النادي صحيح بشكل كبير. يمكن شفنا احنا الأيام اللي فاتت حتى في بعض المباريات حتى في كرة القدم كنا بنتعرض لبعض الأشياء سواء تحكيمية أو غيره ما كناش بنتكلم خالص. وصلنا لغاية مرحلة معينة خلاص لازم في وقفة بقى في وقفة. بعض الناس يعني كان في الرياضة بيقولك it's all about timing. هو الموضوع كله التوقيت امتى تشوت الكورة امتى تباصي هو التوقيت. فبعض الناس تقول التوقيت بتاعكم يا جماعة في الشوط بطيء. لا هو بالنسبة لك انت شايفه بطيء بس انت مش جوه الملعب على فكره. مش واخدين بالهم ده النادي الاهلي وعنده قيم وتقاليد واسس محدده وانه مجلس ادارته المحترم على راسه كمان شخصيه زي كابتن محمود خطيب اللي هو كان يعني اسطوره كره القدم لعيب في تقديري دون مبالغه يعني ودون نفاق يعني افضل من لمس كره القدم في تاريخ الخباص وكان رقم 10 عارف يجيب الجون امتى يعني هو عارف يجيب الجون امتى جوه الملعب وبره الملعب. لا هو طبعا هو بس بعض الجماهير وبعض اعضاء الجمعيه العموميه شايفه مثلا ان في لازم يتاخد القرار ده في التوقيت ده لازم دلوقتي. انت بره الموضوع لو قعدت على الكرسي وشفت الموضوع من زاويه اوسع شويه هتلاقي لا انت هتاخر اكتر كمان من القرار اللي كنا هناخده. فلازم تشوف ابعاد الموضوع المعطيات والظروف عناصر الموضوع صحيح. ظروف الموضوع وفي الاخر احنا لا نبغى شيء وما يهمناش اي شيء غير مصلحه الكيان مصلحه الكيان. كان في بعض المواد الخلافيه او بنود داخل هذه المواد لانه احيانا في ماده بتتكون من اكتر من بند يعني شفتها ازاي قصه تعيين اتنين في اعضاء مجلس الاداره موضوع 8 سنين اللي مصر كابتن محمود خطيب على وضعه والزام نفسه بيه رغم كم المقترحات اللي وصلت الحقيقه ورفض اللجنه المركزيه وبنقول له سيب الجمال هي حره يعني حضرتك ربنا يديك الصحه هتقعد 4 سنين هتقعد 8 بيبقى في النهايه قرارك لكن قرار الجمال هي كمان انها تنتخب جوهر نبيل دوره او ما تنتخبوش دوره او تنتخب دورتين او ثلاثه يعني ما بقاش في حاجه. هل هذه المواد فعلا خلافيه بشكل كبير وازاي شايفها انت من وجهه نظرك الشخصيه يعني؟ شوف يعني موضوع التعيين في مجلس الاداره يعني الحقيقه كلنا ضده لان في الاخر اللي بيقر مين يبقى عضو مجلس اداره النادي الاهلي هو اعضاء الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي. ما يكونش في حد تعيين ولا حتى مجلس الاداره لا انا كعضو جمعيه عموميه اقول مين اللي يدير النادي بتاعنا او مين ما يديرش النادي بتاعنا. فده شيء كان مهم جدا وخدناه بصراحه كنا موافقين عليه. ومعظم زي ما قلت قبل كده في البدايه ان احنا معظم البنود كلها اللي جات لنا بتعديلها وافقنا عليها وتم صياغتها قانونيا. انما في حاجات مثلا كان بيحصل فيها مشاكل كبيره جدا ومش النادي الاهلي عانى فيها بس لا انديه كمان كتير زي موضوع العضويه العامله والعضو الغير عامل. يعني النهارده جيت اتجوزت واحده انا عضو عامل واتجوزت واحده ما كانش عندها العضويه خدت العضويه اتطلقنا راحت هي متجوزه واحد تاني غيري واديته العضويه. فلا احنا الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي. صاحب العضويه العامله يبقى صاحب العضويه العامله. لو تم الانفصال لا قدر الله نعود الى سيرتنا النهارده اللي اكتسب العضويه هيدخل عضو تاني وهو بيدخل العضو التاني يدفع 50% من قيمه الاشتراك العضو التاني مش اشتراكه هو اللي اكتسبه قيمه الاشتراك الجديد. الجديد يعني مثلا لو على سبيل المثال يعني لو عضويه النادي دلوقتي 350,000 جنيه يبقى هيدفع
175 للي هيدخله مش لهو مش ليه هو هو خلاص اكتسب العضويه اكتسب العضويه وبقى عضو عامل لما يجي بقى يدخل واحد تاني لا يبقى كده ده يعني الكلام ده حصل فيه تجاره كنا لسه بنتكلم حالا مع اللواء جمال مرسي والمستشار جمال الحاوي في القصه دي انه فعلا في بعض الناس كانت بتبحث عن زوجه تكون او بنت عضو في نادي تفصل عن اسرتها يتجوزها ياخد العضويه ويتحول هو الى عضو عامل وهي الى عضو عامل واحد يحدث طلاق ياخد هو رقم العضويه بتاعها ويبقى هو العضو العامل كان بيحصل بيزنس كان بيحصل فيها بيزنس وتم ايقاف الكلام ده بشكل كبير. طيب نيجي لموضوع كابتن محمود الخطيب والثمان سنين. على المستوى الشخصي انا ضد الثمان سنين واحنا شفنا لما طلع قانون الثمان سنين الاتحادات كلها والانديه كلها حصل فيها ايه؟ صحيح مشاكل مش طبيعي. ليه؟ لان النهارده ما ينفعش تشيل الخبرات زي الرياضه هي برضو الاداره زي الرياضه بالظبط. انت النهارده لما يكون عندك فريق وعنده خبرات كتير هل ينفع تشيل الخبرات دي كلها وتطلع فريق الشباب او الناشئين لا لازم يطلع يلعب تتواصل ما ينفعش بقى. هيحصل ايه؟ هيحصل دروب في النتائج. فبالتالي النهارده الاحلال والتبديل هو اللي يكون موجود. كابتن محمود الخطيب لما طرح 8 سنين انا كنت متخيل هي هيطرحه على المجلس كله المجلس كله والمناصب يعني النائب وامين الصندوق وحتى اعضاء مجلس الاداره كل الناس لكنه قال الرئيس بس قال لك لا الرئيس احنا حتى استغربنا ليه يا كابتن محمود يعني ما خلي الناس زي ما انت كلنا اعضاء الجمعيه العموميه هي اللي بتقرر تكون موجود او مش موجود نفس الكلام حضرتك ما تقررش فاصر اصرار شديد وحتى في اللجنه المركزيه حتى انا ما كنتش موجود امبارح تم ما زال متمسك بالموقف متمسك يعني. بالموقف ده وفي الاخر ادي الفرصه للجمعيه العموميه تقرر على فكره مش عاوزك كابتن محمود الخطيب انا مش عاوزك خلاص اربع سنين او ثمان سنين مش عاوزينك تاني خلاص هي اللي هتقول مش قانون يقول وده تفعيل لدور عضو جمعيه عموميه وتفعيل كمان للسلوجان بتاعنا او التايتل بتاعنا عائله النادي الاهلي. انا بعتقد كابتن جوهر ربما ان هو طلب تقييد المجلس او جوهر نبيل خلاص مفيش مشكله صديق العزيز انا مش عاوز مش عاوزين رسميات لان الحقيقه انا كمان حابب الحوار كل فلك لا لا بالعكس وكمان توصل الرساله كمان انا ما اعرفش يعني هو ما قالش وجهه نظره ايه بس ربما يعني قد يكون هذا الكلام خاطئ وقد يكون بعضه صحيح يعني انه ربما فكره كابتن محمود خطيب انه ما قيدش امين الصندوق ونائب رئيس النادي واعضاء المجلس انه لسه بيكون في عنفوان عطائه العضو او المناصب الاخرى اما الرئيس فبيكون اكتسب خبرات كبيره جدا بعد 30 40 سنه عمل والسن مثلا ربنا يديله الصحه وطولة العمر فوق ال 50 فوق ال 60 فشايف انه في هذا التوقيت انه رئيس النادي يعطي 8 سنين فيعني هذا افضل عطاء واقصى عطاء وما قدرش يدي اكتر من كده فقال ابدا بنفسي ربما يكون تفكيره هذا الـ بهذه الطريقه يعني شريف لكن ما يقدرش يقيد باقي المناصب على اعتبار ان انتوا لسه شباب وعندكم يعني عمر طويل تاخدوا فيه خبرات وتقدروا تفيدوا النادي يعني. انت بتحب الملاعب الضيقه ولا الملاعب الواسعه انت يعني انت كلاعب لو انت نزلت الملعب النهارده تحب المدرب يعمل لك حدود يقول لك اجري بس في الحته دي ولا يقول لك الملعب مفتوح اجري واللي يسبق هو الاول انا بحب الملعب مفتوح ما تقيدنيش بحاجه النهارده انت عارف يا شريف بكره في ايه صحيح لا. هل بكره ممكن نكون في احتياج لكابتن محمود الخطيب بكره ده اللي هو بعد 8 سنين الله اعلم صحيح من الممكن النهارده مش محتاجين كابتن محمود الخطيب كمان 8 سنين مثلا 8 سنين النادي الاهلي بكلم مش احنا كافراد بكلم عن النادي الاهلي انا بنتكلم النهارده احنا العائله النادي الاهلي فليه نقفل الموضوع خليه مفتوح بعد 8 سنين والله يا كابتن محمود انت شخصيا مش عاوز تنزل ما تنزلش قرار ولكن الموضوع مفتوح لينا كلنا ربنا يدي الجميع الصحه وطول العمر يعني لكن في النهايه خلونا نطلع لتقرير سريع واعود ثاني للزميل وصديقي العزيز جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي نستكمل معه هذا الحوار كانت لجنه رواد مجتمع النهارده في النادي الاهلي مدينه نصر لمناقشه رؤاها ومقترحاتها بخصوص تعديل اللائحه اعود اليكم بعد هذا التقرير كان هنا في ندوة اجتماع للجنة الرواد وأصحاب الاحتياجات الخاصة وكان الخطيب فتح الباب يعني كل واحد يقول إيه اللي عايزه إيه المشاكل اللي بتتعرض له فاقترحنا إنه ليه اللائحة اللي هي مجلس إدارة كل يوم عمال بيجتمع بيشوفها ما نعمل يعني انفتاح أسري البيت أهل البيت يتكلموا فيها نسيب القعدة زي قعدة الدوار في البلد يتكلموا في اللائحه دي كل واحد يتكلم يقول اللي ليه ففعلا هو نريها في الجلسه دي وقال هنخلي كل اللجان تخش تتكلم في اللائحه
بنبعت صور من هذه اللائحة للجان وتجتمع، وهي اللجان دي هي اللي هجيب أعضاء الجمعية العمومية أن يحضروا يقولوا نعم أو لا. إحنا مش عايزين نجبر الناس على لا شيء مش عاجبهم، ولا نقول نعم لحد شيء عاجبه زيادة. فده هو الإطار اللي اتخذ أنه يتعامل كمان. أفضل شيء تم المشاركة المجتمعية لإثبات أنها عائلة النادي الأهلي، مشاركة الجميع، مشاركة مش شايف في حد ما اشتركش، مشارك يعني اللائحة اللي هي مشروع اللائحة اللي موجود يفوق طبعا مشروع اللائحة الأولاني اللي كان موجود ولم يعتمد. المناقشات بتاعتنا النهاردة في البنود اللائحة وده كذا، الناس بتتكلم كحارس البيت بيتها، اللائحة دي بتاعتها، ده الكلام المكتوب ده عشاني أنا. فاحنا عشان كبار السن والسن كبير، الله يا عم ده احنا خلاص راحت علينا. لا مفيش راحت علينا، في ولادنا، في ولاد ولادنا، في احفادنا، هو ده البيت، هي دي قيمه النادي الاهلي، الفاميلي، فاميلي تيم. وفعلا كان في نظره عدل وحقيقه وانكار ذات، والحاجات اللي اتعدلت اعتقد 70-80% منها ان مجلس الاداره هيوافق عليها بدون مناقشه، لان ده امر واقع وجايه من المطبخ، نظيفه منتقاه من صفوه النادي الاهلي، اعضاء بيت النادي الاهلي اللي هي او يتمثلوا في الرواد. عدد الرواد عشان بس للعلم 23,000 واحد في النادي الاهلي، لان احنا للرواد فوق الستين سنه هو الرائد بالنسبه للرجاله، والست فوق ال55، فكل ما فوق هذه المرحله السنيه ادلى بدوره في الرواد. اللجنة بيديرها 11 واحد، لكن 23 واحد موجودين، والأهلي لم يبخل لا على الطفل وعلى الرواد. طيب الأستاذ ممدوح الشافعي متحدثا عن اجتماع لجنة الرواد لتقديم مقترحاتها بشأن تعديل مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وما زال معانا اداره النادي الاهلي بيتبعت لكل الناس، للجان كلها بتتبعت. لا بنحاول على قد ما نقدر زي ما قلت نوصل لاكبر عدد ممكن من الاعضاء ونتفاعل معاهم عشان الناس تقول رايها، هو دي ده اللي احنا بنحاول على قد ما نقدر نطلع دستور صحيح وقانون للنادي الاهلي فعلا بيتكلم بلسان حال العضو جماعه عموميه. الحقيقه جهد جبار الحقيقه كمان للجان المختلفه واللجنه العليا بقياده الاستاذ محمد يوسف، ومع مجموعه هايله سواء ريهام طبار، وليد مبروك في الشباب، الدكتور عزه في المراه، لجنه الرواد، اميره محي. هل واحد فخور بكل عيله الاهلي يعني شبابا وروادا، يعني مش عايز اقول شيوخا يعني. لا هو في ناس الحقيقه سايبه شغلها بتيجي نادي الاهلي من الساعه 10 بالليل 11 10 الصبح 11 الصبح لغايه 5-6 وبيكسبوا ايه؟ انما العمل لصالح النادي الاهلي فقط، النادي الاهلي ده معطلين شغلهم، مفيش حاجه ثانيه. وهو ده اللي الواحد لما بيتفرج على الكلام ده بيبقى فخور بالنادي الاهلي. وكمان رسائل كمان للجيل الجديد ان انت الانتماء والولاء قيمه كبيره جدا. النادي الاهلي كبير وسيبقى كبير بابنائه وبجمهوره العظيم اللي دايما واقف في ظهره، وعايزين كده الالاف ان شاء الله تحتشد في مباراة يعني الحرية يعني الغيني يوم 22 سبتمبر إن شاء الله. في اتصالات الآن بين إدارة النادي الأهلي والأجهزة المعنية في الدولة المصرية بشأن تحديد ملعب المباراة وسعة الاستاد، وإن شاء الله يكون الحضور رائع ويعبر النادي الأهلي هذه المباراة وصولا إلى دور الأربعة بإذن الله كابتن جوهر. ونسعد جميعا وانت ترجع لنا كمان من ابيجان ان شاء الله مع فريق اليد ببطوله الانديه الابطال ان شاء الله. ربنا يكرمك، شرفتني وبشكرك. بشكرك جدا. وفي الختام بقى الاستوديو بتاعك انا اضيف عليك هنا. لا بالعكس. يمكن في الختام انا بس بوجه زي ما كنا في ايام الانتخابات، احنا بالنسبه لنا دي كانها بالظبط انتخابات، مش مكسب وخساره ولكن شكل النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي، المبادئ والقيم بتاعت النادي الاهلي. بقول لعضو جماعة عمومية زي ما شاركت في الانتخابات وقلت مين هيدير النادي الأهلي، احنا النهاردة بنقول لك، او انا بمثل مجلس إدارة هنا على الترابيزة مع الأستاذ شريف فؤاد، بقول لك من فضلك انزل قرر وقول صوتك، قول رأيك،
او لا. على فكره مفيش حد هيقول لك انزل وافق، لا انزل شارك. في فرق ما بين انزل وافق وانزل شارك. فاحنا بنقول لك انزل شارك، وعاوزين نشوف المشهد او قريب من المشهد اللي احنا شفناه في الانتخابات. نادي الاهلي نادي كبير، نادي عظيم، قلعه كبيره تستاهل نزول عضو جماعه عموميه بشكل كبير. هو خطيرة الرياضة في مصر والعالم العربي وافريقيا زي ما حضرتك تفضلت. في النهاية هيكون عندنا لائحة مثالية الحقيقة طبقا للقانون ونظرا لاجتهاد كل عائلة الاهلي فيها. بقي ان السبع اعضاء الجمعية العمومية يتوجهوا صوب الجزيرة ان شاء الله 28 سبتمبر معقل النادي الاهلي للتصويت عليها. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعة ولضيفي الكريم الاستاذ جوهر نبيل عضو مجلس ادارة النادي الاهلي. بعد الفاصل نستكمل فقرات الاهلي الليلة والعزيز الزميل عمر ربيع ياسين. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله وختام فقرتنا في فقره الكره العالميه. نكون مع حضراتكم علشان نتابع معاكم اخر الاخبار اللي موجوده في الساحه العالميه من لقاءات ومباريات طبعا في الدوريات الكبرى الانجليزي الايطالي الاسباني الفرنسي والالماني، وكمان يمكن اخبار كثيره جدا حصلت في الايام الاخيره هنتكلم مع حضراتكم فيها بالتفصيل. لكن قبل ما ابدا معاكم كلنا كمصريين يعني كان في عدد من اللعيبه 10 لعيبه مرشحين لجائزه ذا بيست اللي هي بتكون افضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم. من سنتين كانت هي جائزه واحده فقط، جائزه البالون دور، وجائزه هي كانت مطعمه، كانت طبعا فيها يعني بنتكلم على جائزه كان الفيفا مشارك فيها، لكن بدأ الانفصال من خلال بالون دور بقت جايزة لوحدها، وجايزة الفيفا عمل جايزة خاصة بي اسمها جايزة ذا بيست أو الأفضل. بقى لها سنتين فقط واللي حصل على آخر نسختين هو كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونجم ريال مدريد السابق واليوفنتوس الحالي. لكن كلنا بصراحة يعني الحمد لله يعني عشنا وشفنا اللحظة اللي فيها لاعب مصري يبقى في يوم من الايام مرشح ضمن افضل 3 لعيبه في العالم. كنا قبل كده بنفرح لما بنلاقي لاعب بس من ضمن افضل 100 لاعب 50 لاعب، لكن لما وصلنا لمرحله 10 لعيبه في النومينيز او اللي الفيفا وقع عليهم الاختيار ان يكون 10 لعيبه من ضمنهم لاعب مصري اسمه محمد صلاح، اكيد كلنا كنا مبسوطين، كلنا قلنا خلاص كده الحمد لله. وممكن ما يكونش موجود من ضمن الثلاثة في الفاينل اللي هيتم اختيارهم قبل ما الجائزة يتم تسليمها بأسبوعين ثلاثة. لكن بصراحة يعني في منا اللي اتفاجئ وفي منا اللي كان متوقع وفي منا اللي كان عنده أمل إن محمد صلاح بعد الموسم الرائع اللي أداه مع ليفربول في الموسم الماضي، ما فيش شك طبعا إن أداء منتخب مصر في بطولة كأس العالم وعدم مشاركة محمد صلاح في بداية لقاءات المنتخب والنتائج السلبية أثرت عليه بعض الشيء في جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب اللي حصل فيها مودريتش على جائزة الأفضل. لكن محمد صلاح بعد تعب ومجهود رائع جدا وكبير جدا جدا بصراحة ما حدش ساعده في اللي هو وصل، هو وصل بتعب وبشقاء قدر يوصل لمكانة عالية جدا في العالم وقدر يوصل أن يكون من ضمن أفضل 3 لعيبة في العالم. فتم اختيار لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، هم الثلاث لعيبة اللي تم اختيارهم من قبل الاتحاد الأوروبي لجائزة الأفضل في أوروبا، هم اللي مرشحين لجائزة الأفضل في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. ناس كتير جدا مصريين، احنا بنتكلم على السوق المصري، بما ان احنا بنتكلم في مصر فهنتكلم على السوق المصري. ناس كتير زعلانة ان ميسي مش موجود، ناس زعلانة كتير ان جريزمان مش موجود، لكن اكيد حبنا لصلاح وانتمائنا لمصر وانتمائنا لمحمد صلاح اكيد بيجبرنا ان احنا نبقى مع محمد صلاح قلبا وقالبا، سواء ان هو ما شايفاه ان هو يستحق انه يكون موجود او ما يستحقش ان هو يكون موجود. لكن مفيش شك ان لو حد مصري فكر ان هو يقول على محمد صلاح انه لا يستحق، وبالتالي انت كده يعني لازم عارفين حضراتكم المثل اللي هو
انا واخويا على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب. ده بالظبط اللي لازم احنا كمصريين نكون عايشين فيه. وعشان كده محمد صلاح دايما بيكسب اي استفتاء او اي تصويت لمحمد صلاح بياخده باكتساح، عشان احنا كمصريين ايد واحده مع بعض دايما في اي حاجه فيها حد مصري بيشارك فيها. فبالتالي كلنا اكيد فخورين ان محمد صلاح موجود ضمن افضل 3 لعيبه موجودين في العالم. طبعا محمد صلاح موجود مع بعثه منتخب مصر واستعداد منتخب مصر لمباراه يوم السبت القادم امام النيجر في تصفيات الامم الافريقيه القادمه ان شاء الله في الكاميرون 2019. كمان ان شاء الله الجائزه هتكون تقريبا 22 23 سبتمبر، هيكون موجود فيها محمد صلاح علشان يشارك في اكبر حفله في العالم. وفخر لينا كمصريين وجود محمد صلاح. تعالوا نشوف ونتابع جائزه افضل 3 لعيبه موجوده او هيتم تسليمها لمودريتش ورونالدو وصلاح، ازاي الفيفا نشر الفيديو على حسابه. ونرجع نكمل معاكم باقي الفقرات. حضراتكم الاول فقط الفيديوهات، وبعد كده نختم معاكم باخر الاخبار اللي موجوده، علشان الوقت دايما بيكون ما معناش وقت نعرض فيه الفيديوهات، والفيديوهات بيبقى يعني هو دايما المشاهدين اكتر الفقرات اللي بيحبوها داخل فقره الكره العالميه هي فقره الفيديوهات. لكن بدانا بيها علشان خاطر نكسب الوقت مع حضراتكم، واكيد الوقت معاكم بيعدي بسرعه جدا. لكن فوجئنا كلنا في طبعا اياكس امستردام، او لاعب اياكس امستردام لاعب في الدوري الهولندي اللاعب المغربي حكيم زياشي بلفته طيبه جدا جدا. حكيم زياشي واحد من اللعيبه المتفوقين جدا مع اياكس في هولندا، وبالتالي يعني في الفتره الاخيره اللعيبه العرب بداوا ان هم يخشوا في يعني يحتلوا المكانه الافريقيه اللي كانت موجوده. مش هنضحك على بعض، اللعيبه الافريقيه هي اللي اكيد في الدوريات الاوروبيه اللي بتاخد المراكز الاولى في كل شيء، لكن اللعيبه العربيه عندنا في مصر محمد صلاح، محمد النني، عندنا حكيم زياشي، عندنا رياض محرز، بدات اللعيبه العربيه ان هي تنتشر في اوروبا، بدات ان هي مش بس تنتشر، بدات كمان تحقق المكاسب المطلوبه والجوائز المطلوبه والانجازات الشخصيه المطلوبه. اولا لما لاعب عربي يرفع من شانه بيرفع من شان بلده وبيرفع من شان البلاد العربيه كلها. في الاول وفي الاخر هو لاعب عربي، طبعا لاعب مصري عربي او لاعب مغربي عربي او لاعب جزائري عربي. وبالتالي حكيم زياشي مش بس قدر ان هو يحصل على جائزه افضل لاعب في هولندا، لا ده كمان شكله وهو بيستلم الجائزه تحدى هولندا كلها. يعني العناوين في الصحف الهولندية والصحف العالمية كتب حكيم زياشي يتحدى العالم، يتحدى العالم في لفتة ما اعتقدش ان حد فكر فيها. شفنا ميسي هو بيستلم جائزة افضل لاعب في العالم، كان معاه زوجته، كان معاه ممكن يكون اولاد. الوحيد اللي عملها والوحيد اللي دايما بحترمه جدا 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 ان هو بيصطحبها معاه في كل حتة بيروح فيها هو رونالدو. رونالدو بيصطحب والدته في كل انجاز شخصي وكل انجاز كروي حققه، بيقول ان هي ليها دور كبير جدا في المكانه اللي وصلتني ليها. حكيم زياشي طبعا لاعب مسلم، لاعب عربي، كان حريص جدا جدا انه ياخد والدته معاه حفل التكريم الافضل في هولندا. طبعا كلام كتير جدا انه يقول هو ده هي ليها الفضل عليا، وان هو يكون متواجد وهي مش بس كمان في صاله التكريم، لا ده كمان في استلام الجائزه، وان هي تستلم الجائزه معاه وان هو يتباهى بيها قدام العالم كله. اكيد طبعا طبعا مفيش احسن ولا اجدع من رضا الام على ابنها او بنتها. كمان ربنا بيكون ليه يعني دور كبير جدا في اكرام الواحد في حياته، سواء في شغله، سواء في حياته الشخصيه، او في اي مجال بيكون موجود فيه. تعالوا نشوف ازاي حكيم قدر ان هو يصطحب والدته في لفته طيبه ولفته رائعه نادرا ما بتحصل في اي مجد شخصي. دايما الواحد بينسى، يعني مش بيفتكر الناس اللي ليها الفضل عليه، لكن نادرا لما تلاقي واحد يعني مركز كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه. فبالتالي كانت لفته طيبه ان هو اخذ والدته معاه لحفل تكريم الافضل في هولندا. تعالوا نروح ونشوف ونتابع. انا بدو الزكي في المنتخب المغربي ما كانش بيضمه، فدي برضه رساله ثانيه انا حبيت اقولها بعد ما حضراتكم تشوفوا الفيديو ازاي قدر يوصل لافضل لاعب في الدوري الهولندي. ما كانش موجود مع المنتخب المغربي، كان دايما بيبقى فيه استبعاد، لكن بالعزيمه وبالاصرار تقدر توصل للي انت عايزه. مش شرط ان انت يتم استدعائك في منتخب بلدك، لا ده انت ممكن كمان يتم تجاهلك تماما، لكن وجودك ورجليك داخل الملعب بالمستوى الطيب، بالتمرين، بالاصرار، بالعزيمه، بالاهداف، بصناعه الاهداف، بالمشاركه اساسي مع فريقي
بطل من ابطال هولندا، بطل من ابطال العالم، فريق اياكس من الفرق اللي لعبت ليها اساطير كثيره جدا جدا، اكيد تقدر تثبت نفسك وتقدر ترجع تاني لمنتخب بلدك معزز مكرم، كمان تقدر تحصل على لقب الافضل في الدوري. نيمار واحد من اللعيبه مفيش شك المميزين جدا، واللعيبه اللي دايما بيكون الضوء مسلط عليها في اي مكان بيروح فيه، سواء مع برشلونه سواء مع باريس سان جيرمان، لكن نيمار من بعد ما انتقل لباريس سان جيرمان وزي ما يكون في لعنه أصابت نيمار، إصابة في دور 16 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بتحرمه من إكمال الموسم الماضي، وكمان بيتم استبعاده من معظم الجوائز اللي موجودة عالميا كأفضل لاعب أو كأفضل لاعب في أوروبا، وكمان لحق كأس العالم يعني بطلوع الروح في آخر لحظات من استعدادات المنتخب البرازيلي، يعني لو الإصابة دي كانت جات له متأخرة شوية بكل شك ما كانش هيلحق كأس العالم مع منتخب بلاده، لكن نيمار في كأس العالم الصحافة كلها انتقدته أنه بيبقى فيه ادعاء إصابة بشكل مبالغ فيه، في كل تدخل نيمار بيتم التدخل عليه من لعيبة أخرى، وبالتالي في فرنسا وهو موجود دلوقتي الجمهور بيحاول أنه يستفزه بأي شكل من الأشكال، أو بيحاول أنه يبقى فيه نوع من أنواع الهزار ما بين الجمهور الفريق المنافس ونيمار. فالمباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي نيمار كان موجود فيها، باريس سان جيرمان أكيد كسب الدوري الفرنسي ما فيش شك أنه هو ده باسم باريس سان جيرمان، لكن باريس سان جيرمان الهدف بالنسبه له اللي هو بيركز عليه وبيدفع فلوس كتيره جدا في التعاقد مع مدربين ومع لعيبه هو دوري ابطال اوروبا. فبالتالي عملوا يافطه لنيمار مكتوب فيها طبعا هي باللغه الفرنسيه لكن هقولها لحضراتكم، كاتبين فيها الطفل الباكي لنيمار. فنيمار طبعا شافه وهو بيسخن وهو بدايه المباراه، نيمار انتهز فرصه ان هو يجيب هدف. عمل ايه نيمار بقى بعد ما جاب الهدف عشان خاطر هو كمان يستفز الجمهور؟ تعالوا نشوف بعد ما جاب الهدف نيمار عمل ايه ونرجع نكمل معاكم. راح جنب اليافطه وعيط، يعني طبعا بيهزر مع الجمهور اللي بيهزر معاه، وبالتالي نيمار في شك ان في كره القدم ممكن تقبل النقد بشكل رائع جدا زي ما نيمار عمل، وفي نفس الوقت الجمهور يعني حب يهزر معاه لكن الهزار جه عكسي ونيمار قاتل من اجل احراز هدف عشان يحتفل الاحتفال اللي حضراتكم شفتوه قدامكم ده. لسه مكملين مع نيمار ولسه مكملين مع باريس سان جيرمان، ونيمار بصراحه لفته رائعه جدا وموقف يعني اكيد بيحصل لنجوم العالم فقط لا غير، اكيد طبعا بيكون شغف وفي حب من الاطفال الصغيره لنجوم العالم كله، رونالدو ميسي نيمار اي حد نجم كلنا بنحبه، كمان الاطفال الصغيره حتى محمد صلاح شفنا كتير جدا لما بيحصل اي نتائج عكسيه ما يكونش فيها محمد صلاح ممكن الاطفال بتبكي ممكن الاطفال تتاثر، كمان الكبار بيزعلوا جدا لما محمد صلاح ما يكونش موجود في اختيارات الافضل. فبالتالي طفل بيحب نيمار جدا، هو من فريق هو من جمهور الفريق الخصم على نفس ملعب المباراه اللي نيمار جاب فيه هدف، انتهز فرصه ان نيمار خارج وبالتالي ما قدرش ان هو يمسك نفسه ونط من فوق السور، ونيمار بصراحه اتعامل معاه بكل احترافيه بكل حب، دايما كل لاعب بيبقى عنده يعني ولد في نفس عمر الاطفال اللي موجوده اللي بتيجي تشجع، فبالتالي بيكون التعامل معاه هو نفس تعامل الاب مع ابنه، لكن نيمار بصراحه مش بس اتعامل معاه بشكل رائع جدا ده كمان اداله التيشيرت بتاعته بعد المباراه، في طبعا مفيش احسن من كده، يعني لما يكون انت بالنسبه لك كطفل صغير بتحب نجم هيتعامل معاك بالمنظر اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي، نرجع نكمل معاكم. في شك طبعا ان النجم نجم ونيمار طبعا عنده كاريزما عاليه جدا، لكنه الاصابه والاصابات اللي لحقته في الفتره الاخيره كمان مع يعني دايما بيلعب بيكون دايما اون ذا ايدج او على المحاك، فبالتالي ما بيقدرش ان هو يعني يقدم المستوى الطيب اللي يقدر ان هو يدفعه ان هو يكون موجود في الجوائز الافضل، يعني حتى كمان بعد ما رجع من الاصابه مستواه في كاس العالم لا يؤهله تماما ان هو يكون من ضمن اللعيبه المرشحه للجوائز. طبعا نيمار موهبه كبيره جدا من وجهه نظري، شايف ان هو ضيع نفسه
بسبب الفلوس. اكيد طبعا الفلوس هو مكسب وهو ده طبعا الغرض من لعبة كرة القدم، وكل واحد بيلعب علشان يحسن مستواه المادي. لكن بنفس يعني في نفس الوقت لما لاعب يكون ياخد مثلا على سبيل المثال في السنة 30 مليون او 40 مليون زي ما ياخد 60 70 مليون. لكن انا شايف من وجهة نظري ان دايما الارقام الكبيرة لما بتكون كبيرة قوي بتتساوى مع الـ مع الـ مع القريب منها. لكن لما واحد ياخد مليون و10 مليون لا طبعا في فرق كبير جدا، فممكن لاعب ينتقل من نادي لنادي بسبب الفرق الكبير ده. لكن بنتكلم على نيمار 30 مليون او 40 مليون ممكن كان ياخدهم في برشلونه وان هو يروح باريس سان جيرمان عشان سبب طبعا اكيد مزايا كتيره جدا موجوده في عقده وموجوده في مسيرته مع باريس سان جيرمان. لا اعتقد ان نيمار موهبه ضيعت نفسها بسبب المال، ودي مش حاجه غريبه على فكره على اللعيبه البرازيليه. اللعيبه البرازيليه لو احنا شفنا كده على مدار التاريخ هنلاقي ان هم دايما يعني معظمهم بيضيع نفسه بسبب يعني حاجات غريبه جدا، ممكن بسبب المال، ممكن ان هو لاعب مستهتر. على سبيل الذكر يعني ادريانو نجم المنتخب البرازيلي نجم انتر ميلان هو فين دلوقتي؟ واحد من اعظم اللعيبه اللي زلاتان ابراهيموفيتش اتكلموا عليها وقال من اعظم اللعيبه اللي لعبت معاه، كان عليه رجل شمال يعني صاروخ محدش يقدر كان يتصدلها تماما، قوه بدنيه هائله، وحش زي ما بنقول في لغه كره القدم. لكن الفلوس ممكن تبقى نقمة على لاعب كرة القدم لو ساء استخدامها، ودايما دي نصيحة اللي بقدمها لأي لاعب صغير انه هيبقى عنده حد كبير يستشيره، يكون حد عنده كبير يستشيره بس حد يكون بيثق فيه، حد بيكون بيفكر صح، حد دايما يليد او دايما يقود الى الطريق الصحيح. لسه مكملين مع باريس سان جيرمان، لكن ما فيش شك ان دايما العقل في كرة القدم هو الاساس. ممكن يكون القوة البدنية شيء مطلوب، المهارة شيء مطلوب، لكن العقل والمخ في كرة القدم هو ده الأساس، هو ده اللي بيتم البناء عليه في كل شيء، في الطريقة، في التحركات، في التمريرات، في الأهداف. دي ماريا ما فيش شك واحد من أعظم المواهب اللي موجودة في العالم، أيضا انتقاله من ريال مدريد لمانشستر لباريس سان جيرمان واحد من اللعيبة اللي اتظلمت، واحد من اللعيبة اللي كانوا يستحقوا إن هم يكونوا موجودين في مكان أفضل من كده بكتير. لكن إزاي دي ماريا بيستخدم عقله؟ ده اللي موقع باريس سان جيرمان اتكلم عليه ونزل فيديو لهدف لدي ماريا وكتب عليه ده تكنيكال دي ماريا، او يعني ازاي بيستخدم التكنيك بتاعه بطريقه هنشوفها مع حضراتكم من خلال الهدف اللي هيحرزه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد البرازيلي اللي متعاقدين معاه، لاعب مواليد 2000 على ما اتذكر، عنده حوالي 18 سنه. ريال مدريد تعاقد معاه قادم من البرازيل، اللاعب ده صغير في السن، لكن قلنا من كذا حلقه مع حضراتكم ان لوبيتيجي لما تم سؤاله عليه في المؤتمر الصحفي قال ان اللاعب محتاج ان هو ينضج، وبالتالي عشان ما نحرقوش يعني بقول لحضراتكم بلغه الكره، لكن هو ما قالش كده يعني ما قالش كده بالظبط، لكن عشان ما يتمش حرق، ومع مشاركاته مع فريق ريال مدريد. فبالتالي الولد عارفين ان طبعا في اختلاف بين الكره البرازيليه والكره الاوروبيه خاصه فريق ريال مدريد، وبالتالي اللاعب موجود حاليا مع الفريق الثاني لفريق ريال مدريد، بيشارك في كل مبارياته، اكيد بيتمرن مع الفريق الاول، اكيد بيشارك مع الفريق الثاني لفريق ريال مدريد، وهو الفريق اسمه كاستيا، ده زي دوري الرديف في اوروبا. وبالتالي المباراه الاخيره اللي فينيسيوس جونيور شارك فيها كانت امام اتلتيكو مدريد، لاعب تالق كسب مع فريق ريال مدريد، لكن يعني لو اكيد حضراتكم فاكرين تايسون والعضه الشهيره اللي كانت موجوده في ماتش الملاكمه اللي تايسون كان مشارك فيها، وبالتالي تم بقى شطبه ووقفه لفترات طويله جدا في مسيرته كلاعب ملاكمه، اتقررت في مباراه كاستيا من لاعب اتلتيكو مدريد تجاه فينيسيوس جونيور. طبعا تصرف غير مقبول وغير لائق، ولعب كره القدم في الاول وفي الاخر هي الروح الرياضيه السائده ما بين كل اللعيبه اللي موجوده. اكيد تصرف كان غير لائق تماما، واكيد الاتحاد الاسباني او الرابطه الاسبانيه يكون ليها تدخل، وكمان النادي. يعني انا شايف دايما ان اي تصرف غير لائق من لاعب لازم اداره النادي هي اللي تتدخل قبل ما الاتحاد يتدخل، عشان تكون رساله قويه جدا لكل لاعب موجود في الفريق علشان يعمل كنترول على اعصابه، عشان يبقى عارف ان هو دايما ما اول حاجه لما اللاعب بيتعاقد مش هو اللي بيتعاقد، ده فريقه كمان اللي بيتعاقد بعديها. هنشوف ازاي المشكله تمت ما بين لاعب اتلتيكو مدريد وفينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي اللي هو المفروض مستقبل ريال مدريد، ونرجع نكمل معاكم.
المؤسف ان اللاعب اللي عض فينيسيوس جونيور هو كابتن الفريق. كابتن الفريق او شارة القيادة مش بتكون بس منظر او اقدم لاعب او اللاعب اللي هو اكتر لاعب موجود في الملعب مؤثر، لا، قائد الفريق لازم يكون اكتر لاعب خلقا، اكتر لاعب هو مثل اعلى وقدوة لكل اللعيبة اللي موجود. دايما اختيار كابتن الفريق، دلوقتي معظم الفرق في اوروبا يمكن ما عندناش الثقافة دي في مصر، يمكن في اوروبا بيتم التصويت من خلال اللعيبه، اللعيبه بتقول مين هو كابتن الفريق اللي احنا بنرشحه، او مين هو اللي احنا شايفينه ليدر في الملعب، مين هو القدوه بالنسبه لنا، مين هو اللي اكتر لاعب عنده سيلف كنترول، اكتر لاعب يقدر ان هو يتعامل مع الحكم لو في ده ممكن قرار خاطئ. دايما اهم حاجه في لاعب كره القدم او اهم حاجتين، اول حاجه ان هو داخل الملعب يكون هادي جدا، تاني حاجه انه يكون على خلق. على خلق دي مهمه جدا جدا جدا، زي ما قلت لحضراتكم السيره الطيبه للاعب. يعني لو هنقول برضه هنقول مارادونا وبيلي، شفنا ازاي بعد ما الاثنين بطلوا كره قدم مين فيهم اللي سيرته بتكون اطيب، مين فيهم اللي دايما العالم بياخده كمثال. مش شرط الموهبه تكون عندك قويه جدا، لكن لا، لازم تكون، ممكن تكون عندك نص موهبه وعندك اخلاق عاليه جدا وتبقى سيرتك يعني بتتقال بشكل ممتاز جدا. وكمان المدربين بقوا ياخدوا بالهم الحته دي، دايما يختار لاعب مش بتاع مشاكل، يختار لاعب يقدر ان هو يكون يعمل شيء اضافي او يبقى ايجابي مع زمايله في الفريق. لكن ده بالنسبه لفينيسيوس جونيور اللي بتالق، حضراتكم يعني شفتم احرز هدف وشارك مع زمايله، لكن طبعا اللقطه اللي احنا شفناها دي اكيد لازم يكون في وقفه حتى لو بنتكلم على فريق رديف، لكن كل العالم دلوقتي بقى متشاف، فبالتالي اللقطه زي كده اكيد انتشرت في العالم كله اتفرج عليها. طيب يعني اكيد ساديو ماني واحد من اللعيبه الافريقيه المسلمه اللي بتضرب مثال جيد في اوروبا. ليه بقول لاعب افريقي مسلم في اوروبا؟ علشان ساديو ماني بصراحه ضرب مثل في التواضع بشكل غير طبيعي. ساديو ماني طبعا واحد بينتمي الى فريق ليفربول، هو طبعا صديق محمد صلاح، لكن الجمهور المصري ما بيحبش ساديو ماني بسبب الانانيه اللي بعض الاوقات يعني هو بصراحه المواقف بتفرضها عليه، لكن طبعا الجمهور المصري بيكون حابب ان هو يباصي لمحمد صلاح، لكن بيفضل ان هو ياخد الكره ويحرز اهداف بنفسه، او ممكن يكون في موقف محمد صلاح احسن منه وبرضه يقرر ان هو يصوب، بيضيع الكوره وبيضيع فرصه على محمد صلاح. لكن ساديو ماني كلنا اتفاجئنا على مواقع التواصل الاجتماعي ان هو في بعض الاوقات ان الانسان بيكون حاسس فيها ان هو في قمه المجد، بيكون محتاج يعمل موقف علشان يفكر نفسه ان هو في الاول في اخر انسان. موقف ساديو ماني في احدى مساجد ليفربول لما كانوا محتاجين حد ان هو ينظف المسجد بشكل عام، ساديو ماني ما تاخرش تماما على انه يكون موجود. اكيد طبعا يعني بنتكلم على لاعب مسلم، اكيد طبعا لاعب مسيحي نفس الدور، كل الاديان اللي موجوده اكيد ليها دور في اي دار عباده موجود، وهو جزء من ساديو ماني. المسجد ده بيكون موجود فيه باستمرار، سواء في الصلاه العاديه او في صلاه الجمعه بالتحديد، ودي اللي بيكون فيها اغلب مدينه ليفربول. تعالوا نروح ونشوف ونتابع ازاي ساديو ماني شارك في عمليه تنظيف مسجد ليفربول. نرجع نكمل معاكم. هذا ساديو ماني وسائر بينظفوا الحمامات حق المسجد. ايوه ياسر جنبه، ياسر جنبه، نظف معه. السلام عليكم. ما عليك اخي، خذ جنب ساديو ماني. ان شاء الله ان شاء الله. وين فروم؟ يمن. وين فروم يمن؟ اي سبوك تو يو لوتس تايمز ان ذا اذر باثروم. اي سي يو ان ذا باثروم ان ذا اذر واي. ايوه جلس مع ياسر جنبه. يتصافطوا بساديو ماني يا اخوك. يس ماني. ده ساديو ماني وده الموقف اللي قلت لحضراتكم عليه. طبعا موقف رائع جدا ورفته طيبه، زي ما قلت لحضراتكم ان النجم مش نجم بمستوى داخل الملعب، النجم داخل وخارج الملعب. طبعا السلوكيات والاخلاقيات بتنعكس على المجتمع كله، وبالتالي اكيد ساديو ماني قدوه كبيره جدا للشباب موجوده في العالم، زي ما محمد صلاح قدوه، زي ما ميسي، زي ما رونالدو، كل واحد يكون مميز في حته هو مميز فيها. يمكن اخر فيديو موجود معانا قبل ما لو في وقت نقول لحضراتكم بعض الاخبار السريعه.
مباراة الأستاذ والتلميذ، مباراة سيلتيك ورينجرز في الدوري الاسكتلندي، اللي طبعا سيلتيك بقيادة روجرز المدير الفني السابق لفريق ليفربول، واللي اتمرن تحت قيادته المدير الفني الحالي لفريق رينجرز هو ستيفن جيرارد. المباراة اكيد يعني اللي متابع كرة عالمية قوي متابع دوري اسكتلندي عارف ان دول اكتر الاندية المتنافسة في الدوري الاسكتلندي، بينهم عداء رهيب جدا، الجمهور الازرق والجمهور الاخضر ما بيحبوش بعض تماما، يعني فعلا الموضوع في اسكتلندا الموضوع اوفر، الموضوع يتخطى انجلترا يتخطى اسبانيا يتخطى، يعني ممكن نشوف في اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه ممكن نلاقي جمهور برشلونه قاعد مع جمهور ريال مدريد، لكن مستحيل استحاله ان نلاقي جمهور من رينجرز قاعد مع سلتك او جمهور من سلتك قاعد مع رينجرز. الموضوع عندهم صعب جدا جدا جدا. انا لعبت في بلجيكا في فليرس مع لاعب اسمه تشارلي ميلر، كان لاعب رينجرز السابق، دايما لما جيت اشتري سلتك لما عاوز استفزه اقول له بس سلتك، الاقي وشه قلب احمر وتنرفز عليا وزعق وقال لي ما تجيبش سيره النادي ده تاني على لسانك. قلت له الموضوع عندهم يعني رهيب جدا، وتسبب كمان في كارثه قديمه جدا ان شاء الله هنبقى نجيبها لحضراتكم في الحلقه القادمه. لكن الاستاذ بيتفوق على التلميذ من زاويه مختلفه تماما، جبنا لحضراتكم هدف المباراه اللي المباراه انتهت بيه 1-0، لكن من زاويه مختلفه سلتك قدر يفوز على رينجرز 1-0 وبالتالي الهيمنه في الدوري الاسكتلندي الى سلتك. تعالوا نروح ونشوف ونتابع هدف المباراه وبعض الهايلايتس اللي موجوده، نرجع نكمل معاك بعد احراز الهدف ازاي الجمهور بيحتفل مع لعيبه فريق سلتك. مفيش شك ان كره القدم هي المتعه الحقيقيه في وجود الجمهور، المتعه الحقيقيه في احتفال الجمهور مع اللعيبه. يا رب نشوف ان شاء الله مصر ترجع تاني او الدوري العام يرجع تاني بكامل السعه الجماهيريه في كل الملاعب اللي موجوده، طبعا بيدي شكل مختلف تماما غير لما يكون الملاعب فاضيه. ان شاء الله يكون يعني الجهد اللي بيتم بذله من قبل النادي الاهلي ومن قبل الجهات المختصه يكون ايجابي الفتره القادمه. كنا معاكم من الساعه 7 وحتى الساعه 10 في الاهلي الليله، الاستاذ الاهلي الخطيب طبعا بشكره اللي كان موجود في بدايه الحلقه وامير هشام، واختاما طبعا الاستاذ شريف فؤاد. كنت مع حضراتكم في الفقره العالميه، نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي الليله، تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.